بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعاء 8 ذي الحجة 1438 هجرية 30 أغسطس 2017. يا رايحين للنبي الغالي، دعواتكم دعواتكم دعواتكم، ربنا يتقبل يا رب من الجميع. حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. اللهم أصلح لنا جميع الأحوال يا رب، واجعلنا ممن ترضى عنهم، واجعلنا ممن تنظر إليهم نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا ولا يشقى أبدا. اللهم نسألك سترا فوق الأرض، ونسألك الستر فوق الأرض، وسترا تحت الأرض، وسترا يوم العرض عليك يا رحمن يا رحيم. يا رب احفظ مصر يا رب، واجعلها دائما أبدا بلدا آمنا يا رب، كما ذكرتها في قرآنك الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا جميعا يا رب، كل المصريين ألف بين قلوبنا يا رب. احفظ العالم العربي والعالم الإسلامي، واكفنا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ الإنسانية جمعاء يا رب العالمين، وارحمنا يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. يا صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بتبقى دايما كده في مشاعر جميلة قوي، وبيبقى في أحاسيس وفي أجواء من الروحانيات جميلة قوي بتسبق الأعياد، كل الأعياد، الأعياد أعيادنا كمسلمين وأعيادنا كمسيحيين. عيد الأضحى المبارك، احنا عارفين طول عمرنا أنه الحج وعرفة، غدا بإذن الله تعالى وقفة عرفة. والحقيقة أنه يعني اليوم ده من جماله انك بتقعد تسال طب ايه اسرار وقفه عرفه، وايه اسرار يوم عرفه، وايه بركات عرفه. كلنا عارفين واحنا صغيرين انك ان شاء الله باذن الله بتصوم هذا اليوم. طبعا هو صيامه ليس فرض طبعا اكيد، لكنه من السنن المحببه والمؤكده والمحببه، واللي بنقعد نستناه الحقيقه. وبعدين يجي حد يقول لك ايه يا عم، بقول لك ايه، انا بصوم رمضان بس والنبي كفايه، ما تقوليش بقى صوم الايام البيض وصوم عرفه وصوم وقفة عرفة. أو يوم يعني صيام وقفة عرفة له الكثير من البركات، وله الكثير. هو بجد لو نعرف بركة هذا اليوم، ولو نعرف مدى الروحانيات، ولو نعرف مدى جمال وروعة هذا اليوم، انت اللي هتكون مستنين السنة للسنة. يكفي انه ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك بإذنه وبرحمته وبمشيئته ذنوب عام مضى، وبإذن الله ذنوب عام قادم. تيجوا كده نشوف مع بعض جزء من أسرار بركة يوم عرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله بإذن الله ننوي جميعا النهاردة صيام الغد بإذن الله، نشجع بعض كده. أنا بحب قوي بقى، بتبسط جدا لما الاقي الشباب بتشجع بعضها، وكله بقى لسه الصبح زمايلي صايم بكرة، صايم بكرة، خلاص نتسحر مع بعض النهاردة، نشجع بعض بإذن الله وننوي هذا الصيام، وندعي ربنا بس إنه يتقبل بإذن الله مننا ومنا صيام هذا اليوم. النهاردة هيكون عندنا فقرة رئيسية مهمة جدا، وأعتقد إنها تليق جدا بعظمة وجلالة هذه الأيام المباركة، نتحدث فيها بإذن الله تعالى سويا عن الفتوى عند المسلمين، نتحدث عن تجديد الخطاب الديني، نتحدث عن التعامل مع النفس قبل التعامل مع الغير، نتحدث عن احترام المبادئ والقواعد واحترام البلد واحترام القوانين، نتحدث عن احترام النفس، نتحدث عن محاولتنا الدائمة وسعي الإنسان دائما وأبدا منذ لحظة ولادته وحتى مماته أن يكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله باذن الله هنورنا في صباح دريم فضيله الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. خليني اقول لحضراتكم انه كنا بنفكر كده انه الحوار ينقسم لجزئين، جزء متعلق بالافتاء وما احوجنا الى الحديث عن تجديد الخطاب الديني، بعض الفتاوى اللي بتصدر طبعا اللي بتضايقنا وبتخلينا ايه يا جماعه الكلام ده، يعني هذا دين جديد، يعني يا جماعه الكلام ده ما عرفناهوش قبل كده. والحقيقه انه في اغلب الاحوال بنلاقي المؤسسات الدينيه، مؤسسه الازهر الشريف، دار الافتاء المصريه، وزاره الاوقاف، مؤسساتنا الدينيه بتطلع وترد وتقول ان الكلام ده لا اساس له من الصحه وغير موجود في الدين، وانه ديننا هو دين السماحه وكذا وكذا. هنتكلم عن ده، وهنتكلم عن فكره التعامل مع المواطن لما يكون عنده رغبة في أنه يستكشف الحقيقة. وأنا الحقيقة دايما عندي كده حاجة مقولة أقولها، مفيش سؤال اسمه صح وغلط، مفيش حاجة اسمها أنك يعني في ناس تتريق تقولك إيه بقى معقولة العالم طلع القمر من 40 سنة فاتوا ودلوقتي بيدوروا على المريخ والكواكب الأخرى وطلعوها بالفعل، وإحنا لسه بنسأل هو دخول الحمام بالرجل اليمين ولا اليسار. الحقيقة أنا مش من أنصار السخرية من الموضوع ده، لأنه ما فيش حاجة اسمها سؤال صح وغلط، في حاجة اسمها أنت حر، أنت بتحاول في حياتك أنك تقرب من ربنا، تفهم دينك أكتر، تعرف مش بس إيه الحلال والحرام، ما هو الحلال بين والحرام بين، تعرف إيه اللي يقربك أكتر من ربنا بإذن الله، إيه الأعمال الحلوة، إيه الأعمال الصالحة، إيه السنن مش بس الفرائض. مش غلط أنك تسأل في أي حاجة أنت عايزها، اسألي في أي حاجة، اسألي التاتو حلال ولا حرام، على فكرة مش غلط. اسألي لو حطيت مانيكير طلاق الأظافر ده ينفع أصلي بيه ولا لازم أشيله قبل ما أتوضى، مش صح مش غلط على فكرة لما تسألي في ده، اسأل عن أي حاجة أنت عايز تسأل عليها. المهم إنه ما يكونش ده كله من أجل التدين الظاهري، المهم إنه ده يكون علشان بحاول أنقي قلبي وأنظف قلبي، والمهم إنه مع كل ده أبقى عارف إنه الدين معاملة، الدين معاملة، وإنه المسلم من سلم المسلمون أو من سلم الناس من لسانه ويده. مهم جدا بقى ان انا ابقى عارف كل ده، هنتكلم عن ده ان شاء الله، وهيكون كمان الشق الثاني طبعا في حديثنا مع فضيله الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه عن الاضاحي وعن التعامل السليم مع الاضحيه، من اول نختارها ازاي، نتعامل معاها ازاي، وايام التشريق هي ايه، وصكوك الاضحيه. وانا عارفه ان في ناس كثيره جدا عندها اسئله مهمه عن موضوع صك الاضحيه، عشان بدأنا في السنوات الأخيرة بنسمع عنه كتير. كل دي إن شاء الله بإذن الله نقاط هنتحدث فيها مع ضيفنا الكريم، هنفتح الباب لاتصالات حضراتكم وهنطرح سؤالنا على الشاشة. اسأل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فضيلة الدكتور خالد عمران، يا أهلا وسهلا بكل اتصالات حضراتكم. الحقيقة أن وزارة الداخلية السعودية بمناسبة الحديث طبعا عن موسم الحج أعلنت بالفعل عن خططها لموسم الحج الحالي، وأن هي بتخدم أكثر من 2 مليون حج، منهم 1,734,000 حج قدموا إليها من خارج المملكة العربية السعودية. وضحت أن المرحلة الأمنية الأولى من خطط مواكبة الحج انتهت بالفعل مع وصول خلاص الحجاج، وأنه طبعا في مسؤولين هناك في وزارة الداخلية السعودية اتكلموا عن موسم الحج في مؤتمر صحفي كبير امبارح الثلاثاء في مكة المكرمة، أنه المرحلة الثانية لتأمين الحجاج بتشمل تجهيز مراكز إسعاف وفرق استجابة متقدمة، الحقيقة بتشكل دعم لفرق الإسعاف، وبيجاوبوا على أسئلة الناس، اللي بينسى الخيمة بتاعته فين، اللي بينسى الفندق بتاعه فين، اللي بينسى أو بيتوه من المجموعة اللي هو جاي معاها. كل دي طبعا حاجات مش جديدة على تنظيم المملكة العربية السعودية لموسم الحج. اللهم تقبل من الجميع يا رب إن شاء الله،
نطلع نسمع أغنية جميلة قبل ما نبدأ بقى بأخبارنا اللي هكون ماشيين فيها بشكل سريع قوي النهاردة. اعذرونا، هي أخبار مهمة بس هنمشي فيها بسرعة علشان الوقت. من مكة للمدينة، أغنية جميلة من أروع وأجمل الأغاني اللي أنشد بيها وأغناها المنشد مصطفى عاطف بمناسبة أمنية كل واحد دلوقتي. أنا عارفة قاعد بيتفرج علينا على التلفزيون دلوقتي وبيقول يا رب يا رب ارزقنا بيها واكتبها لنا يا رب، اكتب لنا يا رب السعي، واكتب لنا يا رب الطواف، واكتب لنا يا رب الرحلة من مكة إلى المدينة. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على أهله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله. عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. نبدأ مجموعة أخبارنا. هي الرئيس أجرى حوار مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمرئية والمسموعة بمناسبة زيارته المرتقبة إن شاء الله اللي هتكون للصين عشان يشارك في اجتماعات قمة بريكس. الرئيس في الحوار تناول يعني مجموعة من الأحاديث لها علاقة في مجملها كده عن مجمل العلاقات المصرية الصينية، وكان بيكلم الحقيقة وأشاد بمستوى المتميز للعلاقات والشراكة الاستراتيجية للبلدين، واتكلم خلال الحوار عن الجهود اللي الجانبين المصري والصيني بيبذلاها لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وسعيهما للعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة وما فيه صالح لي ما فيه صالح للشعبين الصديقين. الرئيس كمان الحقيقة اتكلم عن فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع بريكس اللي بيضم، طبعا تجمع بريكس احنا اتكلمنا عنه سابقا نفكر بيه بس مرة تانية، بيضم الصين ومعها طبعا روسيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا،
والرئيس اتكلم هنا الحقيقه عن فكره انه احنا حريصين ان احنا نلبي هذه الدعوه، احنا كمصريين حريصين على تلبيه الدعوه الصينيه للمشاركه في اجتماعات القمه في ظل الاهميه اللي بتوليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الاعضاء في التجمع. التجمع ده تجمع بريكس ليه ثقل على فكره، ثقل سياسي واقتصادي على الساحه الدوليه. الرئيس كمان في هذا الاطار اتكلم عن رؤيته فيما يخص سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الناميه لتفعيل وتطوير دورها في هياكل او الحوكمه العالميه الاقتصاديه، فكره يعني العولمه وكل ما يربط شعوب ودول العالم الان، فضلا عن تعظيم الاستفاده المشتركه بين تلك الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب. احيانا بتقابل سخريه من بعض، سخريه او تريقه او انتقاد او اعتراض ايا كان من بعض الـ 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 الامور مثلا او الممارسات السياسيه او مشروعات بتقوم بها او غيره، احيانا بتقابل ده ببيانات صحفيه او تطلع مثلا تتكلم في التلفزيون وتقول انه والله القرار الفلاني اللي الناس سخرت منه قد يكون ردي عليه 1 2 3، واحيانا بترد بالاعمال انك تشتغل انك تعمل، واحيانا كمان الحقيقه الرد بيجي لك من بره، يعني مؤتمرات الشباب اللي فيه كتير الحقيقه بيتكلموا عنها وبيتكلموا على فكره انه اصلا فكره انه يبقى بنقول ان احنا في عام شباب وان احنا لازم نخاطب الشباب وكذا وكذا، فان انت يبقى عندك مؤتمر دوري للشباب تقعد تسمع منهم وحضراتكم بتشوفوا اغلب الجلسات بتكون منقوله على التلفزيونات كلها وكل قنوات بتنقلها وبنسمع الشباب يطلع يتكلم ويقول ايه ويعترض ويتكلم في كل القضايا والقضايا السياسيه والقضايا الاقليميه وكل حاجه، الفكره في حد ذاتها طبعا رائعه، لكن كمان الحقيقه الاكثر روعه منها هي انه تعرف انه دول العالم او بعض دول العالم او حتى لو دوله او نموذج في العالم بيحاول يستفيد منك بصيصتك في هذه التجربه ويقول لك لو سمحت تعال عندي وكلمني عن التجربه دي، كلمني عن تجربه العلاقه الحقيقيه التي تبنى على اسس قويه بين الدوله وبين الشباب. السيد سامح شكري وزير الخارجية كان في زيارة، طبعا يعني هو عنده مجموعة من الأنشطة والزيارات الخارجية، كان في ختام زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست والتقى فيها بالرئيس الروماني كلاوس يوهانس. المتحدث الرسمي لاسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد طبعا أكد أنه السيد سامح شكري نقل طبعا لرئيس رومانيا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمه خطاب من الرئيس بيتضمن دعوته أنه يجي يزور مصر إن شاء الله في أقرب موعد بيتم الاتفاق عليه من خلال قنوات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد أنه مصر بتتطلع أنها تعزز وتطور علاقات الصداقة التاريخية اللي بتربطها برومانيا. الحقيقة أنه كمان وزير الخارجية السيد سامح شكري أشار أنه مصر بتتلقى دعوة رومانيا الرئيس السيسي لحضور الاجتماع الرئاسي بشأن الشباب وحمايتهم من التطرف. المؤتمر ده رومانيا بتنظمه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. يعني هنا رومانيا أو باعتبارها بلد هي أيضا عانت كثيرا، ما تقرأ التاريخ هي أيضا عانت كثيرا، هي أيضا ترغب في بناء ديمقراطية حقيقية وعلاقات فعالة مع شبابها، وبالتالي فكرة هنا أن هي بتكلم مصر وتقول لها احنا عايزين يبقى في تعاون وتيجوا تحضروا عندنا هذا المؤتمر اللي بنعقده هنا في رومانيا في بوخارست على هامش جمعيات مؤتمرات جمعية الأمم المتحدة، وتقولوا لنا كده التجربة زي التجربة الدنماركية كده، تقولوا لنا التجربة المصرية الحقيقية في التعامل مع الشباب. الحقيقه انه يعني دي في حد ذاتها انا بعتقد ان هي حاجه جميله ان ينظر اليك. ما تنسوش كمان ان احنا ان شاء الله في نوفمبر القادم باذن الله في عندنا مؤتمر الشباب الدوري، هيكون بقى انترناشونال يوث فورم، هيكون ان شاء الله عندنا مؤتمر الشباب اللي شبابنا المصريين بالفعل اطلقوا فيه دعوات لشباب العالم كله لحضور هذا المؤتمر، بعتقد انه ان شاء الله باذن الله بنعول عليه الكثير لمخاطبه اجيال الشباب عبر العالم. ما يبقاش بقى الحاجة اللي بتجمعنا في العالم الانترنت وليدي جاجا وريحانا ومش عارفة ألبومات ايه، لا يعني يبقى في قضايا عالمية مشتركة ما بيننا، بنتكلم في البيئة، بنتكلم في التنمية المستدامة، بنتكلم في كوريا واليابان وامريكا هنتكلم عليه بعد شويه، بنتكلم في امور كثيره جدا. حرس الحدود بتثبت 3.5 طن مخدرات
و230 مهاجر غير شرعي خلال اسبوعين اتنين. هي انه قواتنا المسلحه وقوات حرس الحدود تمكنت في الفتره من 10 ل 26 اغسطس الجاري من ضبط 3500 كيلو جرام من البانجو والحشيش ومليون قرص من العقاقير المخدره وتدمير 6 افدنه من الزراعات المخدره. نجحت كمان القوات في ضبط كميه من الاسلحه والذخائر وضبط 45000 قاروسه سجائر مسرطنه وكميات من مستحضرات التجميل المغشوشه والهواتف المحموله المهربه وعدد من عربات الدفع الرباعي والدراجات الناريه المستخدمه في عمليات التهريب بالاضافه الى ضبط 3000 كيلو جرام من الحجاره المخلوطه بالذهب و19 جهاز للكشف عن المعادن و230 فرد من جنسيات مختلفه حاولوا التسلل والهجره غير الشرعيه. قبل ما اروح للخبر التالي المتعلق ايضا بالقوات المسلحه، رجاء شايفين عدد الخراطيش السجاير 45000، هي قاروسة يعني خرطوشة يا جماعة مش كده؟ قاروسة؟ آه قاروسة يعني خرطوشة. 45000 خرطوشة سجاير مسرطنة، أرجوكوا طبعا يعني واحدة من الأمنيات اللي بنتمناها أعتقد كلنا إنه ما حدش أصلا يشرب سجاير أساسا من أصله يعني، لكن الناس اللي بتدخن أرجوكوا السجاير يعني لو هتضطر تشتريها ويا ريت ما تشتريهاش، لو هتضطر تشتريها ارجوكوا مش من اي حته ومش وناخد يعني يا جماعه هي وصلت انه هي دي 45 ده جزء من الضبطيه 45000 خرطوشه سجاير مسرطنه بيبعتوها لنا مصر، عايزين يدخلوها لنا مصر، يعني عارفين اللي هو احنا وراكم بالسرطان وراكم بالسرطان، يعني هنبعت لكم مبيدات وهنبعت لكم ما اعرفش وهنبعت لكم ايه سجايركم حتى كمان هنسرطنها لكم. الحمد لله بيتم ضبط جزء كبير جدا ربما يمكن اغلب الحاجات دي، بس ناخد بالنا ارجوكم ناخد بالنا. مستحضرات التجميل والكوزماتكس والميك اب، لسه امبارح كنت بتكلم على العميد خالد فوزي ووجه رساله لكل الناس ما تسترخصيش مش عشان في فرق كام جنيه تجيبي ميك اب او تجيبي مكياج من على الرصيف ولا من حته مش مضمونه عشان توفري، ما تحطيش ميك اب اصلا لكن ما تحطيش حاجه مش مضمونه، ناخد بالنا ارجوكم رجاء من الحاجات دي. قوات المسلحه المصريه مش بس دورها عسكري وده اعتقد حاجه خلاص بالفعل احنا عارفينها، هي كمان ليها دور بتخدم فيه القطاع المدني، بتخدم فيه كمان المدنيين. الحقيقه انه الرئيس مدي توجيهات يشارك ان القوات المسلحه تشارك كل اجهزه الدوله لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ومحاربه غلاء الاسعار. الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي اعطى اوامره بالفعل بقيام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه بضخ اكثر من 250 طن يوميا من اللحوم والسلع الغذائيه والسلع التموينيه اللي بيتم انتاجها وتدبيرها بواسطه المزارع والشركات الوطنيه التابعه للجهاز. ده طبعا ليه؟ لانها بتتوزع طبعا على المواطنين باسعار مخفضه من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهوريه. تنفيذا لتوجيهات القياده العامه للقوات المسلحه بيتم تدبير وتشغيل من 900 ل 950 سياره نقل مبرده مجهزه، دي كانها منافذ او هي بالفعل بتشتغل كانها منافذ متحركه، بتشتغل بقى في المناطق اللي ليها كثافه سكانيه عاليه، نطاق القاهره الكبرى، المحافظات كلها بتطرح او يتم طرح فيها مواد غذائيه بشكل نموذجي وعرض لاسعار المنتجات على لوحه كبيره واضحه امام الجمهور. ودايما يقول لك القوات المسلحه بتعمل حاجه بتعملها يعني ما شاء الله بس متقفله صح. ليه؟ لانك انت ممكن تعمل كل ده وتنزل العربيات وتضخ الكلام ده كله ويجي برضه يحصل اختلاف في الاسعار، غلا في الاسعار، يقول لك لا الكيلو هنا كذا بس لا دي حتى الاسعار معمول حسابها. الاسعار كلها مطبوعه على لوحه كبيره، المواطن داخل عارف قدام المنفذ ده سعره ايه. الاسعار بقى بتتراوح ما بين ايه، نقول لكم سريعا كده، الاسعار بتتراوح الكيلو ما بين 60 جنيه للحوم و31 جنيه للدواجن، دي الاسعار بالكيلو، 60 جنيه للحوم و31 جنيه للدواجن، 16 جنيه للجبنه البيضاء، 19 جنيه للتر الزيت. وبنتكلم كمان على فتح اكتر من 700 منفذ ثابت للمواطنين اللي بتوفر كافه السلع والمنتجات الغذائيه والتموينيه في العديد من المحافظات. طبعا القوات المسلحه حرصت ان هي تعمل ده، هي بتعمله في اغلب الاوقات، بس كمان فكره انه ده يتعمل في وقت العيد واحتياجات الناس وطلبات الناس والعزايم وكده، وفي نفس الوقت كمان كانت حريصه انه يبقى في نظام دقيق لتطبيق كافة شروط ومستويات مراقبة الجودة على المنتجات واللحوم اللي بيتم التعاقد على توريدها بالتنسيق مع وزارة التموين، وزارة الزراعة،
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بداية من التعاقد والكشف البيطري على العينات بقى داخل المدارس، دخل المزارع في بلد المنشأ، الذبح على الشريعة على الطريقة الإسلامية اللي هتكلم عليه إن شاء الله مع الدكتور خالد عمران، الذبح على الطريق إنه يكون وفقا للطريقة الشريعة الإسلامية طبعا، إجراء الفحوص والاختبارات قبل وبعد الشحن، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد. الحقيقة إنه المواطنين بالفعل في تزايد وبيحصل تزايد في الإقبال على تلك المنافذ، تم بالفعل التنسيق مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لفتح منافذ إضافية بالمحافظات اللي بتدخل في نطاق مسؤوليتها، عشان نضمن أنه بإذن الله أكبر عدد ممكن من قطاع المواطنين يستفيد من تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طن يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية، والتي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية. وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم تدبير وتشغيل 900 إلى 950 سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي، حيث يتم عرض المنطقة المستهدفة وأسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور. أنا باجي أقبض من البوستة وباجي أخد منها، بس أحلى لحمة أنا ذقتها، جميلة مش وحشة، وبكل سهولة بقف باخد الطبق وأمشي. أنا بشكر القوات المسلحة على الدور اللي بتقوم بيه لمحاربة الغلاء ومحاربة الجشعين، وعارفة حاجتها نظيفة وحلوة وجميلة، بس ياريت يعني الشعب يعرف إن الحاجة دي مضمونة ومعروفة وحلوة. كما حرصت القوات المسلحة على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة الشروط ومستويات مراقبة الجودة للحفاظ على القيمة الغذائية الكاملة للمنتج المقدم للمواطن المصري. من فترة مش بعيدة كنا بنتكلم انه مخزون السلع الاساسية عندنا في البلاد يعني بيغطي حوالي 3 شهور تقريبا، والحقيقة هنا طبعا بقى اخواتنا الاقتصاديين هم اللي بيتكلموا اكتر ويقولوا انه ده هل ده مؤشر مطمئن ام مقلق ام غيره، لكن في كل الاحوال الخبر اللي معانا دلوقتي في تأكيد انه مخزوننا من السلع الاساسية بيكفي احتياجات البلاد لمدة تتجاوز 5 أشهر. ده الدكتور علي مصلحي وزير التموين أعلن أن الوزارة بتطرح مناقصتين كل شهر إن شاء الله هتبدأ يعني تعمل كده اعتبارا من الشهر القادم لشراء الأرز المحلي لتدبير احتياجات البطاقات التموينية اللي بتصل لأكثر من 70,000 طن شهريا. في تصريحات صحفية قدمها الدكتور علي مصلحي أكد فيها أنه كان بعد اجتماع لمجلس المحافظين أمس الثلاثاء، سعر الرز المحلي بإذن الله هيتحدد طبقا لآليات العرض والطلب، وانه في مخزون كبير من السلع الاساسيه بيكفي لاحتياجات البلاد لمده تزيد عن 5 أشهر، وانه مصر عندها 3.6 مليون طن من القمح بيكفي حاجه البلاد لمده تزيد عن 4.5 أشهر. الحادثه اللي اتكلمنا مع حضراتكم عنها بالامس، حادثه بني سويف او الاتوبيس اللي للاسف خبط فيه عربيه واتقلبوا، يعني اخر بيان للصحه ارتفاع حالات الوفاه ل 15 شخص و33 مصاب بحادث بني سويف. للأسف الشديد ارتفع عدد الوفيات ل 15 حالة، ده الحادث اللي وقع صباح أمس الثلاث نتيجة تصادم، ده كان أتوبيس جاي أتوبيس اتصادم أو اتخبط فيه سيارة نص نقل أعلى كوبري بوابة بني سويف، وده أدى ليه انقلابهما الاثنين أسفل الكوبري في الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بالقرب من محافظة بني سويف. الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أكد أنه عدد المصابين للأسف زاد ل 33 شخص،
بعد ما في 8 كانوا خرجوا 8 حالات يعني اخذوا العلاج اللازم على طول وخرجوا وتحسنت حالتهم، في 2 لسه موجودين في الرعاية المركزة، في 5 اشخاص اتعمل لهم عمليات جراحات عظام على طول حتى الان في مستشفى بني سويف العام. يعني وزير الصحة طبعا وزارة الصحة والمسؤولين بيتابعوا الحادثة دي وبيتابعوا المصابين، وجميع المصابين حالتهم الحمد لله مستقرة، من المقرر ان هم بإذن الله يا رب خلال الساعات القليلة القادمة يخرجوا ان شاء الله بإذن الله. إصاباتهم تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحاجات وكدمات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد. بقاء لله وحده، وربنا يا رب يرحم يا رب كل متوفى ويصبر اهل قلوب يعني اهل وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان، وان شاء الله يا رب نتمنى باذن الله ودعواتنا لله سبحانه وتعالى بسرعه الشفاء والتعافي لكل مصاب. قضيه اسكندريه ونائب محافظ اسكندريه، القضيه الشهيره اللي كان فيه الجدل كله عليها اليومين 3 اللي فاتوا، والكلام طبعا كان على القبض على السيدة أو الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ اسكندرية في مكتبها عقب يعني التحريات التي تفيد أنها يعني متهمة في قضايا رشوة وغيره معها مجموعة من رجال الأعمال. الحقيقة كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في اسكندرية كشفت أنه المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية تقاضت مبالغ مالية كبيرة وهدايا عينية عبارة عن مصوغات ذهبية تخطت 1,000,000 جنيه لصالح عدد من رجال الأعمال في منطقة غرب اسكندرية، مقابل أنها أصدرت أوامر تمنع فيها تنفيذ قرارات الرئيس بإزالة المباني الموجودة على أراضي الدولة، وأنها استغلت سلطتها في تعطيل تنفيذ هذه القرارات وإدت إعفاء لأصحابها من أنهم يسددوا الغرامات المقررة لهذه المخالفات. تحريات كتيرة جدا كانت اتعملت، أكدت التحريات دي بحسب مصادر صحفية أن الدكتورة سعاد الخولي تسببت ببعض هذه الأمور في إهدار 10,000,000 جنيه على الدولة، وأن ده حق الدولة من الغرامات دي اللي استحقتها المحافظة عن المباني الغير مرخصة على أراضي الدولة، وأنها تربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها. والحقيقة أنه كمان من ضمن المعلومات التي جاءت إلينا أنه يعني تبين قيام الدكتورة سعاد الخولي بإخفاء ثروتها بشكل غير مشروع، وما حطتش او لم تضع في اقرار الذمه الماليه خاص بيها كل ما تملك، وقعدت تفتح حسابات بنكيه كتيره باسم قرايبها عشان تتجنب الملاحقه الماليه لها. والهيئات الامنيه طبعا احنا عارفين انها، وده الكلام اللي طلع امبارح، وكان في انا ما اعرفش طبعا صحه الكلام ده اللي فات ده كله، ده بيان الرسمي الذي جاء من الجهات الامنيه المختصه والتحريات والتحقيقات. في امبارح كلام اتقال لك انه احتمال يبقى في تحفظ على اسمها ايه حظر نشر، ربما يكون هناك حظر نشر على القضيه لانه من الواضح ان في ناس كتيره متورطه فيها. ده ما يقلقكش، انا بقولها بالامانه، لو حصل ده دي حاجه ما تقلقكش، دي حاجة تطمنك ان الموضوع مش حد كبير ونائب محافظ بس واتاخد، ومش بس برضو الخمس رجال اعمال دول، لانه الخمس رجال اعمال دول يمكن اساميهم كتير مننا يعرفها او لسه مستنين نعرفها، لكن لو ده حصل افهم انه البكرة بتكر، فواضح انه يمكن في بقى ناس تانية داخلة في الموضوع. الحقيقة انه الهيئات الامنية تحفظت على البوح عن الاسماء، البوح عن الاسماء الخاصة برجال الاعمال المشاركين معاها. انا بقول ان في تكهنات كانت بتقول بعض رجال الاعمال، لكن ما فيش بيان رسمي طلع باسماء رجال الاعمال دي. ليه الجهات الامنية تحفظت على انها تقول اسماء رجال الاعمال؟ يعني اكيد مش بتغطي عليهم، يعني اذا كانت قبضت على اللي شايفينها انها قامت بتسهيل اعمال غير مشروعة لهم، لكن لاعتبارات كتيرة أهمها الشهادة على مقامه بدفعه لنائب محافظ الإسكندرية. دي بتبقى إجراءات وأمور أمنية حضراتكم ممكن نكون عارفينها، وأنه ما يحصلش إخلال بسير القضية في حالة النشر. هيئة الرقابة الإدارية طبعا تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة وهي موجودة داخل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بعد متابعتها حوالي شهر تقريبا بتتابعها وبتعمل تحرياتها، وسجلت لها لقاءاتها بالصوت والصورة، وتم التحفظ على جميع أوراقها وملفاتها الموجودة في مكتبها الشخصي، وتم تفتيش منزلها مرة، يعني تم تفتيش منزلها بالفعل.
دي خبطة من خبطات الرقابة الإدارية. بنحيي كل الهيئات الرقابية الموقرة اللي بتشتغل على ده. وتاني لو حصل انه مش القضية دي بس، في أي قضية سمعت ان في حظر نشر، بلاش القلق والفزع. ما هو لو في يا جماعة نية ان احنا ننام على حاجة، ما هي الموضوع اصلا ما هو ما كانش، هو احنا كنا عارفين كمواطنين ما كناش عارفين ان فلانة دي عملت 1 2 3 4. لو حصل ده رجاء نحترم قرارات السلطة والجهات المختصة ونصبر شوية، ربما يكون في ناس تانية تقيلة جاية في السكة واحدة واحدة. مثل بيقول لك انضف اصبر تاخد حاجة، اتقل تاخد ما اعرفش حاجة كده. طب مش عايز اقول مثلا اتقل تاخد حاجة نضيف. نسمع نشوف بقية الاخبار. طيب في حملة الحقيقة كبيرة ومكبرة لشرطة البيئة والمسطحات على المراكب النيلية استعدادا لعيد الاضحى، والخبر ده انا قلت لازم يتقال، لازم يتقال، لانه أرجوكوا كل صاحب مركب وكل مراكبي واللي بينزلوا يعملوا الرحلات النيلية، أرجوكوا بقى. كان في بعد الشر يعني ربنا ما يعيدها تاني، كان في حوادث حصلت قبل كده، اللانشات والمراكب اللي بتاخد ما بتبقاش أصلا يعني مترخصة أو مجددة ترخيصها، ما بتبقاش أصلا سيف ولا أمنة. الناس بتنزل في العيد عشان تاخد لفة في النيل ولا بتاع، بتغرق بالناس. أرجوكوا ناخد بالنا كويس جدا، ناخد بالنا إنه وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات عاملة حملة وبتعمل وهتفضل طول أيام العيد بتعمل حملة مكبرة على المراسي والمراكب النيلية، تطمن أنه بإذن الله كل حاجة ماشية تمام. اللي عنده مشكلة، اللي مش مجدد رخصة، اللي بتاع، ياخد باله لأنها بتنزل تلف. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده. حملات مكثفة لشرطة البيئة والمسطحات بطول مجرى نهر النيل، فمع قرب عيد الأضحى المبارك تحتل المراسي النيلية أهمية قصوى في احتفال المصريين بالأعياد. تفتيش المستمر للاطمئنان على جاهزية المراكب النيلية. بالفعل مرورات كاملة على مدار اليوم الكامل فيها أكملة ثابتة متحركة في مسطح الماء بنهر النيل. تم فحص جميع المركبات، ويتم برضو الفحص أثناء تواجد الأجانب أو المصريين بجميع المراكب. احنا في فترة العيد أو غير فترة العيد، التفتيش على الرخص، التفتيش على الجواكت، الطفايات، أدوات الإنقاذ، ده مستمر طول ما هي المركب أو اللانش أو الأوتوبيس النهري ماشي، يتم التفتيش عليه في المية. وبالنسبة للأعداد المتواجدة باللانش نفسه أنها تكون مطابقة للي موجودة باللانش من حيث الوزن، عشان طبعا لو الوزن زيادة ده بيبقى خطر على الركاب. وأيضا بيتم توعية الركاب بالنسبة أن هم وهم متواجدين في اللانش يبقوا مرتدين الجاكت الواقي من النجاة اللي هو اللايف جاكت، حرصا على حياتهم مش أكتر. وبيتم توعية القوات برضو أثناء مرورها وأثناء التفتيش بالإجراءات دي. حالة من الاطمئنان بتواجد رجال المسطحات سادت وجوه زائر النهر الخالد سواء أجانب أو مصريين. فانتشار قوات الشرطة وحرصها الدائم على التزام المراسي والمنشآت النيلية بشروط الأمان أعطى فاعلية قصوى في إقبال يزداد يوما بعد يوم. احنا زرنا مناطق كثيرة بالقاهرة وبالمرسى مطروح وكذا، لاحظنا التواجد الأمني يعني متوفر بشكل كلش كبير، والحمد لله يعني الأمان موجود بمصر وصاد أخوتنا الشرطة والقوات الأمنية، والله يديم الأمان والأمان عليكم إن شاء الله. بقالي دلوقتي أسبوع كل يوم ويوم التفتيش بيجي نيل، بيجي يطمن على الرخص وبيطمن على الأمان وبيطمن على كل حاجة. أداء متميز وشعور بالأمن والأمان، اهتمام خاص بنهر النيل وسط متابعة أمنية مستمرة لضمان حماية أرواح المواطنين. في معلومات وتحريات لوحدة مباحث مركز شرطة دير مواس في المنيا، أكدت قيام المدعو هاني فيه عين سين هاني فيه عين سنه 40 سنة، مقيم بدائرة المركز في بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. والحقيقة تم تقنين طبعا الإجراءات وتم ضبط المذكور وهو متواجد في مسكنه. كان في حوزته 2 بندقية آلية، بندقية رصاص، بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 10 خزائن 200 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وغيره. تم مواجهة المتهم، ده جزء من المضبوطات اللي تم يعني اتلقت عنده. تم مواجهته وأصفر عنه الضبط والتفتيش، أنه أقر طبعا بحيازته لهذه المضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرضوه على النيابة التي بشرت بالفعل التحقيق.
الحقيقه انتوا عارفين حضراتكم ان في اعصار كبير جدا، اعصار هارفي، وده يعني عامل قلبان في تكساس في الولايات المتحده الامريكيه. ومشكله بس انه الاعصار الحقيقه شكل الاعصار يعني اللهم يا رب عافنا واعفو عنا يا رب، اللهم عافنا واعفو عنا يا رب، بتكتبها علينا. شكل الاعصار غير طبيعي، وهما في مناطق معينه كده في العالم بيبقى يعني طبيعتها بيبقوا حتى الناس عندها متوقعين زي تسونامي مثلا في توقعات، لكن شكل الاعصار السنه دي يبدو انه جاء اكثر من المتوقع بكثير. الحقيقه انه مستشار احمد ابو زيد اكد ان وزاره الخارجيه المصريه عندنا بتتابع على مدار الساعه اوضاع الجاليه المصريه في تكساس في اعقاب هذا الاعصار، اعصار هارفي اللي ضرب الولايه على مدار الايام الماضيه، وانه السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه والمصريين في الخارج اجرى اتصال هاتفي بالقنصل العام المصري في هيوستن خالد راضي للاطمئنان على اوضاع الجاليه، وانه الحمد لله ما فيش اي اصابات او خسائر في الارواح بين المواطنين من اعضاء الجاليه، وانه القنصل العام على اتصال دائم برموز الجاليه المصريه في محيط المدينه هناك ومختلف مقاطعات ولايه تكساس. ده جزء من هذا الاعصار، اعصار هارفي، او يعني قصدي ما يعني اللي حصل بعد الاعصار. طبعا المدينه الحقيقه شكلها صعب جدا، صعب قوي. ربنا يا رب ينجي الجميع يا رب ان شاء الله. بمناسبه دعواتنا وربنا ينجي الجميع وينجي العالم، ترامب اتكلم، ترامب اتكلم، وترامب لما يتكلم على كوريا تحديدا وعلى الملف النووي ما يعني تقلق. امبارح حضراتكم عارفين احنا قلنا لحضراتكم انه اول امبارح كوريا الشماليه طلعت صاروخ باتجاه اليابان، عدى كده من قدام سواحل اليابان. ترامب طبعا رد وقال انه كل الخيارات مطروحه على الطاوله عشان نرد على كوريا الشماليه بعد ما اطلقت بيونج يانج صاروخ فوق اليابان امبارح الصبح بدري يعني الثلاثاء. واضاف في بيان صادر عن البيت الابيض انه العالم كله، هو ترامب بيقول كده في الستيتمنت او الجمله اللي قالها، بيقول لك انه العالم كله تلقى رساله كوريا الشماليه الاخيره بوضوح شديد، وانه هذا النظام اللي هو نظام كوريا الشماليه ابدى احتقاره لجيرانه ولكل اعضاء مجلس الامن وللحد الادنى من معايير السلوك الدولي المقبول، وانه سنزيد او ستزيد كده اساليب التهديد وزعزعه الاستقرار من عزله النظام الكوري الشمالي في المنطقه وبين كل دول العالم، وانه كل الخيارات مطروحه على الدوله. لما يقول كل الخيارات مطروحه على الدوله يعني قصده ممكن نتصالح، ممكن نتخانق، ممكن نرد بصاروخ احنا كمان، هنشوف. مصر طبعا بدأت يعني طلعت بيان رسمي اكيد، والمتحدث الرسمي لوزاره الخارجيه مستشار احمد ابو زيد اعلن الحقيقه عن قلق مصر البالغ من التصعيد في شبه الجزيره الكوريه نتيجه اطلاق صاروخ من جانب كوريا الشماليه فوق الاراضي اليابانيه، وشدد على هذا البيان شدد على ضروره الالتزام بقرارات مجلس الامن في هذا الشان. والحقيقه انه في اهميه كبيره جدا، وده المستشار احمد ابو زيد اكد عليه، ده صاروخ كوريا يعني حاجة مهولة يا جماعة. احنا بنتكلم ان بدأنا نشهد انطلاق صواريخ، بدأنا نقترب من استخدام النووي، فده يعني انا معرفش الحقيقة يعني، بس يعني اعتقد العقلاء في العالم هيتدخلوا يعني، وإلا تبقى نهاية العالم بجد، اصل ما فيهاش ده، مش بلدين متخانقين، ده نووي. أكد كمان أنه المستشار أحمد أبو زيد أنه في أهمية طبعا كبيرة أن احنا نتعاطى بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزل فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد الأمن واستقرار المنطقة، وشدد أن مصر بتؤكد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتصعيد هذه الأزمة. دي مجموعة أخبارنا. عندنا استغاثة كانت معانا الحقيقة بقالها كذا يوم. طب احنا شباب، احنا موضوع الشرقية معانا، جبنا الفيديو، كان معانا وكيل الوزارة هناك ومعانا القصة يا سارة. طب ناخد الاستغاثة الأول. طيب احنا للأسف استغاثة ياسين، الطفل ياسين مش معانا، لكن في معانا استغاثة تانية الحقيقة جات لنا، وهي الحقيقة يعني أنا مش عايز أقول إنها استغاثة بقدر ما هي تذكرة بالضمير الإنساني الحي. ست مصرية يعني عادية، يعني ست مصرية عادية جدا زي أي ست مصرية تانية، زي أي مواطن مصري، ابن أختها بيتكلم معاها في التليفون وبيقول لها إنه في منطقة في جسر السويس هم ساكنين هناك، إنه في شخص صاحب قهوة بقى، صاحب محل مش عارفة إيه، الشخص ده بيقول لها تخيلي يا خالته
ده ماسك شوم ونازل ضرب على كلبة جرو صغيرة جرو يعني لسه مولودة شهرين ثلاث شهور تقريبا بالشومة وعلى رأسها. جرو طبعا ده يعني لا مسعورة بقى ولا حاجة. ليه؟ لمجرد ان احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي، عندنا مشكلة كبيرة قوي في فكرة التعامل مع الحيوانات، وعندنا مشكلة كبيرة قوي في فكرة انه ولا اتحدث هنا عن الشق الديني للدين، شيوخ أجلاء زي ضيفنا الكريم إن شاء الله اللي هينورنا بعد قليل، شيوخ وعلماء أفاضل نستمع إليهم ونرجع إليهم في الفتاوى ونطلب منهم الأمور. لا أتحدث هنا عن الشق الديني، أتحدث هنا عن الشق الإنساني اللي ديني اللي أنا فخورة بيه واثقة وعلى يقين إنه لا يمكن يرضى بمشاهد تعذيب بشعة اتجاه الحيوانات أصبحنا نمارسها. العنف ضد الحيوانات بقى عمال بيزيد في الكام سنة اللي فاتوا بشكل غير مسبوق. هي الناس بتطلع غلبها في ايه؟ بتطلع غلبها ومشاكل الاسعار والزحمه والمواصلات في الحيوانات. طب ما هو لو سكتنا على ده بكره، يعني بلاش موضوع الرحمه بالحيوان، ما هو لو سكتنا على ده النهارده ما بكره الناس هتطلع غلبها في الاطفال، وبعده هتطلع غلبها في الستات، وبعده هنطلع غلبنا في بعض. احنا ايه اللي حصل لنا يا مصريين؟ المشكله انه الست بتقول لك، هي طبعا الست دي هتكون معانا حالا على التليفون، ست مصريه جميله جريت وهي مش مالهاش علاقه يعني بموضوع انها تنزل تنقذ حيوانات وكده، ست عاديه ابن اختها بيكلمها على التليفون عادي جدا فبيقول لها الكلام ده، فالست قلبها اكلها يعني جارو بيبي صغير مولود راجل ماسك شوم ونازل ضرب فيه. ده منظر الجارو الصغير، ده جارو، ده منظر الكلب اللي الشخص عديم الضمير عديم القلب عديم الرحمة عديم الإنسانية ما تفهمش بقى أنا متضايق إن كلب عدى من قدام القهوة نازل موده مقريف مش نايم كويس ما اصطبحش ما شربش كوباية القهوة بتاعته متخانق مع المدام الأسعار غالية عليه راح ماسك شوم وكلب كده جرو معدي من قدامه نازل ضرب فيه بالمنظر ده. مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ تعالوا ناخد مع بعض هاتفيا المواطنة الأستاذة ناني محمود. أستاذة ناني صباح الخير عليكي. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. قولي لي كده بسرعة بس إيه الموضوع؟ هو ما فيش، أنا كنت في البيت عندي في التجمع وابن أختي كلمني وقال لي خالته أنا رايح البيت عندي ولقيت راجل صاحب محل بيضرب كلب جرو صغير بالشومة على دماغه كذا مرة وبينزل دم. قلت له طب هو عامل إيه دلوقتي؟ قال لي هو جري تحت عربية. قلت له طب اقف جنبه صوره دلوقتي وابعت لي الصوره بس اشوف حالته ايه واكلم اي حد، انا ما اعرفش حاجه يعني اكلم اي حد يعني نديله علاج ولا حاجه لغايه ما اتصرف وانا جايه لك في الطريق. ركبت على طول العربيه ورحت اشوفه في هو في جسر السويس في منطقه اسمها قباء. رحت دخلت الشارع ووقفت العربيه ونزلت تحت العربيه جبته ورحت راحه قلت له شاور لي على المحل بس عشان الراجل ما ياذيهوش يعني لانه هو ساكن جنبهم. اقول لي على المحل بس وانا هشوف الراجل ده ايه. رحت هو راجل كبير كده عنده حاجه و50 سنه. يعني انا بصراحه عملت معاه يعني الشارع كله نزل على صوتي وانا بقول له يعني انا عايز اعرف ده يرضي ربنا اللي انت عملته فيه؟ يعني هو ده انت كده مرتاح نفسيا ان انت كلب صغير؟ بيقول لي اصله كان داخل واقف قدام باب البيت. قلت له هو انت لما هو طلب منك حاجه يعني هو عايز يمشي في امان زيه زيك، الارض دي للبني ادمين وللحيوانات وللنبات ولكل حاجه، ربنا مش خالقها عشانك انت بس. يعني انت لما عملت كده ارتحت؟ فبيقول لي اصل انا اسف. قلت له خلاص اديني الشومه اللي انت ضربته بيها هضربك على دماغك وهقول لك انا اسف. ما هو اللي يحصل فالناس نزلت فعرفت من الناس ان هو كل يوم بيضرب كلب كده برضه. خدت الكلب وطبعا هو حالته كانت صعبه جدا، هو الحمد لله بقى احسن دلوقتي، حالته صعبه جدا. بيجيب دم من كل حته وبيرتعش يعني وكده. طبعا عقبال ما روحت البيت رجعت تاني كانت الساعه 2:30 بالليل. فمش ما لقيتش حد، ما عرفتش، اتصلت باستاذه انجي في كارت. قلت لها في حاله معايا كذا 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 وانا متكفله بها من الالف للياء يعني. اي حاجه ما فيش مشكله بس اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اسالك سؤال يا ناني، عايزه اسالك سؤال.
يعني انا الحقيقه اهتميت ان انت تبقي معايا، لانه دايما الناس يقول لك ايه الجماعات والناس اللي بتتكلم على الحيوان ويقول لك حرام عليك تعذب كلب، وحرام عليك تولع في قطه، وحرام عليك تضرب في الحصان ولا في الحمار لما تجيبه دم وفي الاخر ترميه في الشارع وكده. دي يا عم دي ناس متدلعه، يا عم الناس اللي بتقول ده دي ناس خافي، يا عم دي ناس هم اصل بتوع الرفق بالحيوان دول ناس مجانين. في ناس بتقعد تقول لك كده. انت الحقيقه يعني ست يعني مالكيش في يعني لا في جمعيه ولا في كذا ولا في كذا، وابن اختك بيكلمك بالصدفه يقول لك يا خالته ده كذا، فاهتميتي ونزلتي رحتي له من التجمع على جسر السويس. رحت له كانت الساعه 1:30. ايوه يعني انا عايز اسال، انا عايز اسالك سؤال، انا عايزاكي معلش يا استاذه ناني يعني برضو طب ما ممكن حد يقول لك ما ده كلب في الشارع يا ستي، ما تروحي تنقذي الناس اللي في الشارع، في حد ممكن يتكلم معاك يا فندم؟ ما انا لو انقذت حيوان اكيد لو جه قدامي بني ادم هنقذه برضو، هي الرحمه بتتجزا، هو انا عندي رحمه للحيوان بس والبني ادمين لا؟ هو ده ما اكيد. احنا دلوقتي بنسال نفسنا في عمليات قتل وفي كذا وفي كذا ليه؟ لان ما بقاش عندنا رحمه ببعضينا. يعني انا هو الحيوان ده، ما هي الارض ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضرتك خالقها لينا كلنا، هو احنا مش من حق الحيوانات دي تمشي؟ هو عايز يمشي في سلام زيه زيك، مش طالب منك حاجه، ربنا بيبعث له رزقه في الارض حتى لو انت ما اديتلهوش اكل. طب دي ليه لما تعمل له كسور في دماغه كلها وبقه وفكه وكل ليه استفدت ايه؟ طيب يعني هو استفدت ايه؟ الرحمه مطلوبه، ده ديننا اساس الرحمه في جميع الاديان، ما فيش حد يعني الرحمه اساس كل حاجه. لو انا ما رحمتش ده او لو ماشيه في اي وقت وشفت حاجه قدامي برضه هرحمها، ده ربنا اللي قال كده. احنا ما بقاش عندنا رحمه يا استاذه منى، ما بقاش فيه رحمه خلاص، ما بقاش عندنا رحمه، وبنرجع نستغرب هي الجرايم عماله تزيد ليه؟ عارفين الجرايم بتزيد أيوة ليه؟ ايوه انا بقول لحضرتك بتزيد عشان عينينا بدات، عينينا وضمائرنا بدات تتعود ان احنا نشوف المشاهد دي على الشاشه، بنشوف المشاهد دي في الفيسبوك وعلى التلفزيون وما بقاش يفرق معانا. وبعدين لازم نعلم ولادنا في كل البيوت في كل بيت لازم، يعني حضرتك انا بحس وبلاحظ ان في المناطق الشعبيه بالذات القسوه على الحيوانات سواء قطط او كلاب او كذا، لان ما عندناش فكر، احنا عايزين نغير فكر شعب. يعني احنا من المفروض يعني نعلم ولادنا لما تمشي حبيبي طبطب على قطه، حطي طبق ميه كده في البلكونه للعصافير مثلا، لازم نعلم ولادنا الرحمه عشان الاجيال اللي طالعه دي تبقى رحيمه، ما تبقاش اسوأ من كده. يعني انا بشكرك، بيشوف مناظر صعبه قوي. انا بشكرك جزيل الشكر استاذه ناني محمود، بشكرك جزيل الشكر، ربنا يا رب يجازيكي كل خير ويجعله في ميزان حسناتك. قلتي كلمه انا مؤمنه بها جدا، اللي هيبقى عنده جواه رحمه ورفق وانسانيه في التعامل مع حيوان او مع نبات مستحيل يشوف انسان ضعيف او محتاج لمساعده وما يساعدوش، مستحيل. الرحمه لا تتجزا، الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمه لا تتجزا. ديني علمني كده. خلوني اخد هاتفيا سريعا انجي طارق جمعيه كارت للحيوان اللي اخذت الكلب ده، وافهم منها وهم جمعيات الرفق والحقوق الحيوان بقالهم فتره الحقيقه بيتكلموا فكره انه العنف للاسف اصبح متزايد، احنا مش بنتقدم ده احنا عمالين نتاخر لورا، العنف اصبح متزايدا تجاه الحيوان. انجي صباح الخير عليكي. صباح النور يا استاذه. يعني انا عارفه ان انتوا بتشوفوا كل يوم حالات زي كده كتير، انا بتابع وعارفه، بس قولي لي الوضع ايه دلوقتي؟ انتوا عايزين ايه دلوقتي جمعيات الرفق؟ لو عايزين تطلبوا حاجه عايزين تكلموا في ايه؟ والله انا بس كنت عايزه اقول ان احنا بنحارب في كل الاتجاهات بمعنى الكلمه، بنحارب ثقافه شعب، بنحارب ناس بتجزأ الرحمه بشكل مش طبيعي. يعني احنا دلوقتي في بلد المشكله لو واحد شافني بنقذ كلب او قطه يقول لي سيبيها، والله لو بني ادم ما كنت اخذتيه، يا انت ايش عرفك انا اخذته ولا ما اخذتوش، ولا هنقذه ولا مش هنقذه، ايه فاهماني؟ احنا انا دلوقتي يعني اللي انا محتاجاه ان انا عايزه اوجه كلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده الرئيس ده رئيس كل المصريين، برغم ان انا عارفه انه عنده مشاكل كبيره داخليه وخارجيه، ويمكن ان في بعض الناس تتفه من كلامي اللي هحاول اقوله ده دلوقتي، لكن للاسف احنا حقيقي بنواجه مشكله كبيره جدا وحقيقيه، مشكله ساديه غريبه في المجتمع المصري على الحيوان الضعيف بشكل غريب جدا، وبنتفنن في تعذيب الحيوان. يعني عايزه اقول لحضرتك ممكن حد يجي جايب لنا كلب مطوه مرشوقه فيه. الو؟ اي انا معاكي. ممكن يعني يجي لنا كلب مضروب مطوه فيه، ننزل ايه اللي حصل؟ ده الاطفال كانت بتلعب، طب هنعمل لهم ايه؟
يدفنوا جراوي صحية، يحرقوا كلاب، يعني مناظر بشعة. احنا بنحاول يعني بكل من قدرات ضعيفة احنا بنحاول نواجه ونحارب من كل اتجاه. حتى الطب البيطري المفروض معني معانا بالحفاظ على الحيوان عامل حملة إبادة باستخدام السم محرم دوريا اسمه استريكنين، مضر على البيئة وعلى الحيوان وعلى الإنسان. كل ما يحيط حوالينا فهو مضر. حاولنا بكل الأشكال ان احنا نقعد ونعمل مؤتمرات ونتكلم معاهم ونقول لهم عايزين نساعدكم، طب هنعمل عمليات تعقيم، ابعدوا الاذى، كل الكلام ده كله مفيش فايده. فانا يا ريس بحاول اقول لك نحاول، ارجوك ارجوك نفعل القانون الخاص بالرفق بالحيوان في الماده 45 لعله يكون رادع ويمكننا من ان احنا السيطره على هؤلاء الناس السديين. والرحمه ما بتتجزأش زي ما حضرتك قلتي ونانا قالت وكل الناس اللي عندها رحمه بتقول. يعني أنا دلوقتي وكل اللي في الإنقاذ كرزوا حياتهم للحيوانات دي، إمكانياتنا ضعيفة، محتاجين إن إحنا نطبق قانون. مثلا الراجل ده إحنا عايزين نروح نعمل له محضر، تمام؟ بنجمع بيانات عنه وكل الكلام ده كله، والكلب حالته متدمرة. هو الكلب عنده دلوقتي مش كده اللي اتعذب ده؟ أيوة مظبوط، الكلب عندنا والكلب فقد الثقة وفي تحسن لكن فعلا متدمر. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك كميه اجانب بتبعت لي تقول لي هو ايه اللي بيحصل في مصر، هو ليه مصر مهمة كده. كملي كملي، دي نقطه مهمه قوي. انت بعتي لي سكرين شوتس من الحاجات اللي عماله بتجيلك. ايوه الاجانب بيقولوا لك مكسوفه. انا مكسوفه كمصريه ارد عليهم اقول لهم معلش اصل احنا ما عندناش قانون متفعل ننقذ فيه حيوان ما بيعرفش يقول او الرحمه او العفو. يعني حد مثلا كان بايت لي where is your president why you don't have a law كل الكلام ده كله. فبقول لهم يا جماعه ان شاء الله صوتنا هيوصل للحكومه. وبعدين هي المشكله مش في القاهره بس، ده المشكله في كل حته. السويس اللي نازله تقتيل بالخراطيش والدم السايح في كل حته حضرتك في الارض. الاطفال اللي بتشوف الكلام ده هتطلع تحافظ على بلدها ما تكونهاش؟ هتطلع تحافظ على عرضها؟ مش هتضرب امها عشان مش راضيه تديها المصروف؟ ابدا. احنا بننشئ اطفال بتشوف الدم بعينيها، بالدم بعينيها. هو الدم ده حاجه عاديه؟ لا، الدم عمره ما كان يعني حاجه عاديه. ومش مش دم الانسان بس اللي مش حاجه عاديه، اي دم مش حاجه عاديه. لانه احنا طبعا احنا فعلا زي ما كل الناس اجمعت بننشئ اجيال للاسف الشديد منظر الدم في الشوارع بقى عادي جدا بالنسبه لها. وبنرجع نقول بقى هو العيال بتكبر بتبقى جحته كده ليه، وبتبقى عنيفه كده ليه، وبتضرب وبتبقى عندها هذا الكم من العنف كده ليه، لحاجات كتيره قوي ده احد اسبابها. اتفضلي. انا بس عايزه اقول للرئيس احنا لما اخترناك عشان انت المنقذ، وانا عارفه ان انت هتنقذنا من اللي احنا فيه. الحيوانات دي مسؤوليتك برضو، الأرواح دي أبرياء هنتسئل عليها يوم الدين، والله هنتسئل عليها يوم الدين. لو بنشوف نظرة الحيوان اللي ما بيعرفش يطلب العفو، العفو العفو يا بني أدمين، مش معنى إن احنا يعني بنساعد حيوان معناها إن احنا ما عندناش رحمة بالإنسان. أبدا، الرحمة بتتجزأش. لو أنا من جوايا رحيمة كده وعندي رفقة بحاجة ما بتعرفش تقولي اكيد 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 اي انسان هشوفه في محنة هساعده. وبشكرك جدا يا استاذة منى، واتمنى صوتي يوصل يعني لسيادة الرئيس. انا بشكرك جزيل الشكر يا انجي. و انجي كمان بتقول حاجات مهمة قوي. انجي بتتكلم على فكرة انه اللي احنا برضو دايما بنقوله انه الحيوانات دي ملهاش اصوات، يعني بتعرفش تتكلم، بتعرفش تشتكي، بتعرفش تقول يا بني ادمين سيبوني في حالي، انا ماليش ذنب انه اوضاعكم الاقتصادية صعبة، انا ماليش ذنب انه الحياه بقت غاليه، انا هي ملهاش ذنب. هي حيوانات ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ومش بس كده وصفها بانها امم امثالكم. الحيوانات دي بتسبح ربنا، النمل اللي بيمشي على الارض ده بيسبح ربنا، الحيوانات بتسبح ربنا، امم امثالكم، ده كلام الله سبحانه وتعالى. مش من حقك تتعامل مع الحيوان بالطريقه دي وتقول عليه كلب. الشق الديني تاني هقول انا مش هتكلم فيه، لكن حضرتك عندك يقين وقناعه وتربيت من وانت صغير انه الكلب نجس، تمام، انت حر، ما تدخلوش بيتك. لو عديت من في الشارع وفي كلب عدى من جنبك مسك في جلابيتك، ادخل عيد وضوك تاني، حر، انت حر حضرتك، كل واحد وقناعته. لكن الدين عمره ما قال، ومستحيل يكون ديني اللي انا عارفاه يقول ان انا امسك شوم واضرب بيه الكلاب وان انا انزل اسم الكلاب في الشوارع.
وان انا احرق كلاب حيه وان انا احرق قطط واعذبها. ما عمر الدين ما قال كده. دي ارواح. تخيل كده اللي قدامك ده كانه طفل صغير، طفل صغير بيبي مش عارف يتكلم ولا يقولك الحقني. الانجي كمان قالته، واتمنى انه محدش ياخد الكلام ده على انه يعني في ايه اشاره انه انتوا يعني بتقولوا لنا بتخوفونا يعني بان بره لا لا خالص، دي حقيقه. الغرب ينظر الى مصر في ملف حقوق والحريات في بنود كتيره جدا، حقوق الرأي العام، الصحافة، الحريات، الشباب بيتواصلوا ازاي مع المجتمع. ومن ضمن النقاط اللي بيتم تصنيف البلاد على تحضرها والحريات والحقوق فيها ملف حقوق الحيوانات. الحقيقة شكلنا وحش جدا. يعني هي بعت سكرين شوتس لناس أجانب، لأن هم طبعا الجمعيات دي كلها بيبقى ليهم عمل مع جمعيات أجنبية بره. الناس بعتها بتقول لها what's going on in Egypt, why don't you have a law to protect those animals. احنا عندنا قانون لكنه لا يفعل، عندنا المادة 45 من الدستور. Please do something and help other animals too. Please be kind to help all poor animals and put a law in Egypt. So if anybody abuses or kills any type of animals they should pay a fine and get arrested like it's the case in USA. في كل دول العالم كده، في كل دول العالم كده. دولة الإمارات السنة اللي فاتت فيها راجل عذب، مسك قطة ومش عارفة ضربها في الحيط، يعني رماها خبطها في الحيط وبتاع. الراجل اترحل، الراجل جابوه بالكاميرات واتعمل بتاع واترحل. ومش جمعيات بقى الرفق بالحيوان اللي قالت وكده، السلطات هناك، الأمن هناك لما عرف بالواقعة على السوشيال ميديا فضلوا ولا الراجل لغاية ما جابوه، اتحبس أو اترحل. كل دول العالم كده على فكرة. بص بيقول لك ايه، دي جمعيات بقى كلها الجمعيات بره الرفق بالحيوان. It's not acceptable to poison and shoot strays. هي غير من غير المقبول ان يتم سم وقتل الكلاب الشوارع، strays اللي هي كلاب وحيوانات الشوارع. There are other more human ways to control animal population. هناك طرق اكثر تحضرا وانسانيه في الحد من اعداد الحيوانات، اللي هي عمليات التعقيم اللي بنقول عليها، انك تعقم فمفيش تكاثر هيحصل، فبعد سنه وسنتين وثلاثه هتلاقي كل الاعداد دي مش موجوده في الشوارع. مش السم، ما احنا بقى لنا عشرات السنين الطب البيطري بسم الله ما شاء الله شغال سم الله ينور. الكلاب قلت؟ ما قلتش، عماله بتزيد وبيطلع لنا بقى حاجات غريبه وانواع غريبه من الحيوانات. انا هضم صوتي بصوت كل الناس اللي اتكلمت، و هوجه الحقيقه نداء، يعني هستغل الفرصه هوجه انا كمان نداء الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا برجو من حضرتك يا رئيس ونعلم انك على الخلق وعلى درجه من التدين، انه حضرتك عارف كويس قوي انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ليه طبعا العباره الشهيره جدا انه ما معناها انه لو عثرت شاه في دوله اخرى هو يحاسب عليها امام رب العالمين، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. مسؤولية حضرتك البني أدمين والحيوانات والنباتات. وعارفة أن ناس كتيرة قوي بتسمعني دلوقتي ممكن تقولك أنتوا بتهزروا، ده الدولار ب18 جنيه، أنتوا بتكلموا على إيه ودستور إيه والريس اللي بتقولوله. لا لا لا، مفيش حاجة لازم تتأخر على حاجة، في ملفات كتيرة لازم نشتغل عليها كلها في وقت واحد. أصبحنا في مصر نعاني من تعذيب الحيوانات وسم الحيوانات من الطب البيطري، من قبل الطب البيطري وفي الأحياء الشعبية وأحياء كتيرة، وقتل وتعذيب الحيوانات بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية. أصبحنا وصلنا إلى درجة بشعة للغاية في هذا الملف. عايزين قانون وعايزين تجديد الخطاب الديني يكون جزء منه، أرجوكم. لأنه بصراحة منتهى الأمانة، في جزء من الناس طبعا في جزء عنده السادية والمرض النفسي انه يطلع غلبه وقهرته والاسعار الغالية وخناقته مع مراته وبتاع في انه يمسك حيوان يقعد يعذب فيه، ده جزء سادي مريض نفسي. لكن في جزء كمان من الناس بصراحة تقولك الكلاب اعمل فيها اي حاجة، دي نكسة، انا الدين بيقول لي انها نكسة. في فرق كبير حضرتك، ما تخلطش الامور ببعض. حضرتك مقتنع ان الكلب نجس، لكن يعني اعمالك كلها ما شاء الله بركه وخير وطهاره، انت حر اقتنع باللي انت عايز تقتنع بيه، بس الدين ما قالكش عذب واحرق كلب حي واقتل وسم. الدين عمره ما قال كده. تعالى نشوف مع بعض النهارده الحقيقه ذكرى رحيل الاديب والروائي نجيب محفوظ. يعني طبعا اذا ما تحدثنا عن نجيب عن الاديب،
النجيب فعلا نجيب محفوظ اعتقد انه يستحق منا ان نتحدث عليه مده طويله جدا. اول عربي يحصل على جائزه نوبل في الادب، غالبيه رواياته الحقيقه تحولت لاعمال اثرت مكتبه السينما والدراما المصريه والعربيه، والحقيقه انه له مجموعه كبيره جدا من الاعمال والمؤلفات زي ما قلنا تمت ترجمتها ايضا الى العشرات من اللغات العالميه. النهارده ذكرى رحيل ال11 للاديب المصري العالمي نجيب محفوظ، نتابع معا هذا التقرير. موسوعة يصعب حد الاستحالة وصفها، في حين أنه من الممكن محاولة حصر جوائزه ومدى وصوله بعيدا في منصات التكريم والتتويج. أول عربي حاز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ، الأديب المصري الذي سلط الضوء على أزقة مصر في الغالبية من رواياته بما تحمله من قضايا حياتية طرحها على الصفحات، والكثير منها تم تجسيده في أعمال سينمائية. اللعنة على المسرح، اللعنة على الأدوار الثانوية، اللعنة على الماضي والحاضر. الناس هم الناس والمكان هو المكان. ولد محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة، حصل على ليسانس الفلسفة كما عمل سكرتيرا برلمانيا بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مناصب عدة آخرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما. انطلق منتصف الثلاثينيات وظل يكتب لا رادع له بروايات أهمها مصر القديمة، كفاح طيبة، القاهرة الجديدة، والتي جسدت في العمل السينمائي الرائع القاهرة 30. انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ الا نعرف بعض يا محترم، ده محجوب الفدي ده جارنا من 4 سنين ونعم الاخلاق. اي والله ونعم الاخلاق، طول عمره شهم وكريم، يطعم الجعان ويكسي العريان، اصله ابن اصول. تمام يا بنت الرصدي، زواج سعيد ان شاء الله. خان الخليلي، بداية ونهاية، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، اللص والكلاب، الحب فوق هضبة الهرم، الكرنك، ثرثرة فوق النيل. اللي يردموه يرجعوا تاني يفحتوه، واللي سفلتوه يرجعوا تاني يهدوه، مرة عشان الكهرباء ومرة مواسير المية ومرة سلك التليفون ومرة المجاري. يا مجاري في الدنيا يا مجاري. السيرة الذاتية للأديب المصري لا زالت متخمة وبها العديد من اللقطات المضيئة، حتى محاولة اغتياله التي باءت بالفشل بعد أن تعرض للطعن في رقبته بالتزامن مع صلب إرادته التي حاز بها على جوائز تقديرا لدوره في توثيق روايات للحارة المصرية في الغالبية منها. كرم ومنح العديد من الجوائز أهمها جائزة نوبل في الأدب عام 1988، جائزة الدولة في الأدب، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، قلادة النيل العظمى، حتى آخر رواياته حصل على جائزة كفافيسي عنها عام 2004. في هذه اللحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. عامان فقط مر على آخر تكريم حصل عليه الأديب الروائي الكبير قبل رحيله في مثل هذا اليوم عام 2006 عقب إصابته بقرحة نازفة، ليرحل الأديب وتحيا الرواية.
امبارح واحنا وحضراتكم على الهواء في فقرتنا مع دكتور حمد عبد الدايم متحدث الرسمي لوزاره الزراعه وبنتكلم على استعدادات الوزاره للعيد وكده، جالنا اتصال هاتفي او انا يعني بعت لي على الهاتف النائب رائف تمراز انه طالب مداخله ضروري مع دكتور حمد. اتصلنا بيه وكلمناه ودخل عمل مكالمه هاتفيه، يمكن جزء من حضراتكم شفتوها. ببساطه شديده جدا قال بيوجه كلامه لوزاره الزراعه عموما وبيقول لهم هو انتوا المنافذ اللي بتعملوها واللحوم اللي بتنزلوها دي، هو احنا عندنا مواطن بشرطه ومواطن من غير شرطه؟ هو مواطن القاهره بس اللي يتعمل له ده لكن المحافظات ما يتعمل لهاش ده؟ فدكتور حامد قال له ليه يا سياده النائب بتقول كده؟ قال له لان انا نائب الشرقيه وانا بقول لك احنا ما عندناش الكلام ده في الشرقيه، ما عندناش شوادر كفايه، ما عندناش المنافذ دي مش موجوده زي ما حضراتكم بتتكلموا وتقولوا، واحنا مش عاجبنا فكره انه الاهتمام بالمواطن يكون في نطاق جغرافي معين ولازم يكون في مساواه بين المواطنين في انحاء الجمهوريه. ده كان امبارح. الحقيقه ساعتها دكتور حامد رد وقال له انا اطلب منك انك تتواصل مع المهندس علاء عفيفي وكيل اول وزاره الزراعه في الشرقيه واساله كده يا سياده النائب واعرف منه في شوادر ولا ما فيش شوادر. وخلاص، واحنا حاولنا حتى نتصل بمهندس علاء على الهواء ساعتها كان تقريبا تليفونه مقفول او حاجه. خلصت الحلقه لكن ما خلصش تفكيرنا احنا في الموضوع وفضلنا ورا القصه. الحقيقه زمايلي فضلوا ورا الموضوع لغايه لما وصلوا مهندس علاء عفيفي. يا باشمهندس عندكم شوادر؟ عندكم كذا؟ عندكم كذا؟ رد ايه؟ قال ايه الباشمهندس عفيفي؟ وهل في شوادر ولا لا؟ ده هنشوفه مع بعض، هنسمعه هاتفيا منه هو شخصيا ونشوفه كمان ببعض الصور. ناخد هاتفيا المهندس علاء عفيفي وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه. باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. كلهم طيبين. انا سؤالي يعني صريح كده وظهري، الشرقيه هل محرومه من الشوادر والمنافذ المختلفه اللي يعني بتشرف عليها وزاره الزراعه ولا موجوده ولا موجوده بس مش كفايه بصراحه؟ لا هو حضرتك موجوده لان الشوادر معالي المحافظ مهتم بها جدا وبينسق معايا انا شخصيا انا مع مديريه الزراعه ومع القوات المسلحه في توفير اللحوم باسعار منخفضه عن السوق. عندنا شادر كبير هنا في الزقازيق، هنا في مدينه الزقازيق جنب السكه الحديد، ومع الكيلو فيه 100 جنيه و 90 جنيه، والقوات المسلحه عندي هنا باستمرار بيشوفوا الاماكن اللي فيها اللحوم وفيها الاضاحي وبيجوا يشتروا، واحنا بنساعدهم وبنجيب لهم الكميات اللي هم عايزينها من الجمعيات التعاونيه للثروه الحيوانيه المنتشره في محافظه الشرقيه. عندنا 114 جمعيه تعاونيه للثروه الحيوانيه. طيب يعني في المجمل حضرتك يعني كمواطن اولا وكوكيل لوزاره الزراعه في الشرقيه شايف انه ما يوجد على الارض في الشرقيه هو كافي جدا بالنسبه للمواطنين؟ لا هو طبعا حضرتك انت عارفه ان اللحوم عمرها ما تكون يعني ايه كافيه بالدرجه اللي هي مطلوبه. تمام، لكن فرق الاسعار هو اللي الحكومه بتتحمل سواء من خلال وزاره الزراعه او من المحافظه او من طيب. بتتحمل فعلا فروق اسعار عشان خاطر ارتفاع الاسعار التغذيه يعني في، لكن مش كافي في موجود لأنه عندنا شادر كبير وموجود جنب وفي المراكز في شوادر صغيره وفي شوادر صغيره لكن تمام لكن الصوره ليست قاتبه كما يعني ظهرت لنا او تجلت لنا من النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه في البرلمان لما قال امبارح حرفيا انه الشرقيه ما فيهاش شوادر وما فيهاش منافذ وما فيهاش حاجه بتقدمها وزاره الزراعه للمواطنين. لا لا حضرتك، لا بالعكس، احنا عندنا المنافذ اللي هي من خلال جمعيات الثروه الحيوانيه المشرفه عليها التعاون الزراعي مستجيبين معانا حتى في الاسعار اللي اعلنها معالي الوزير لا 50 و55 بالنسبه للجاموس والبنطار على التوالي. استاذ حضرتك تمام احنا قلنا الاسعار دي كلها امبارح. استاذنك يا باشمهندس بس ناخد طبعا حاجه قوميه. تمام استاذنك تمام، اصل كل الاسعار دي احنا قلناها امبارح بالفعل. استاذنك بس ناخد هاتفيا سياده النائب رائف تمراز. يا سياده النائب صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ايه يا فندم، ما في الحاجات موجوده يعني كميات مش كبيره لكن في، والمواطنين بيتكلموا انه في، وفي شوادر وفي منافذ القوات المسلحه وفي، انما يعني غير الصوره خالص يا سياده النائب اللي حضرتك يعني تحدثت عنها بالامس. اتفضل يا فندم. يا فندم، الشوادر اللي معموله في الشرقيه اللي عاملها القوات المسلحه واللي عاملاها المحافظه وليس وزاره الزراعه، ده اولا. تمام. ثانيا الموضوع طبعا
انا تواصلت مع الباشمهندس علاء عفيفي وكيل وزاره من اكثر من 15 يوم وقلت له ان في شمال الشرقيه في مركز الحسينيه ومنشيه عمر والصالحيه الجديده وطاجوس ولاد صقر وكفر صقر ما فيهمش شوادر. كان رد السيد وكيل الوزاره اروح اسال يكون عندك جمعيه ثروه حيوانيه ممكن تبعت لك انا يعني لما هو يقول لي روح اسال الدكتور علاء عفيفي الباشمهندس علاء عفيفي يقول لي روح اسال شوف ان كان عندك يعني هو بيقول لحضرتك روح اسال عشان مش عايز يقول لك ولا عشان مش عارف المعلومه؟ لا مش عارف المعلومه بيقول اسال واذا كان عندك جمعيه استصلاح اراضي قلت له انا مش عندي جمعيه استصلاح اراضي انا عندي جمعيه ائتمان قال لا تبقى مش ينفع تبقى عندك شوادر ولا عندك مكان هو طبعا سمعني واتكلم هو سمعني في الكلام اللي انا بقوله ما هو معنى كده فدي طبعا اذا كان يؤدي طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه والباشمهندس علاء عفيفي الشوادر المعمولة في الشرقية ليس شوادر وانا بقول بالارقام ليس شوادر وزارة الزراعة الموجود في الشرقية ده المحافظ مع التموين مع القوات المسلحة وده انا عارفه انما اين شوادر وزارة الزراعة ومكتوب عليها وزارة الزراعة كده عشان انا اقدر احاسب. اشكرك يا سيادة النائب. فين شوادر وزارة الزراعة يا باشمهندس؟ وفكرة برضو انه يعني مع احترامي ما هو احنا كده كلنا بنقول نفس الكلام ان اللي موجود او المقدم في الشرقية لابناء المحافظة جاي من قوات مسلحة جاي من منافذ مختلفة لكن مش من وزارة الزراعة يا فندم. يعني فين وزارة الزراعة بتعمل ايه للمواطنين من الشرقية؟ هو حضرتك زي ما حضرتك ذكرت هو الزراعة النهاردة ليها أكثر من محور عشان توزع. النهاردة لما يبقى في 114 منفذ ومغطيين المحافظات المجاورة أنا في عندي ناس بتيجي تاخد من المنافذ جمعيات الثروة الحيوانية من الدقهلية ومن القليوبية وفي ناس بيتصلوا بينا عشان يجي ياخدوا من اسكندرية. دي منافذ بتبيع الأضاحي. الجزء الثاني اللي هي الشوادر حسب المتاح هنا وحسب الأماكن القوات المسلحة لما بتيجي النهاردة لما بتيجي تقعد معايا هنا ومع الطب البيطري الدكتور أشرف وبيجي نصف معانا عشان نجيب عشان نطلع الأضاحي أو نطلع الذبايح وبجيبها منين؟ ما هو نفس الجمعيات الثروة الحيوانية بتاعت وزارة الزراعة. يعني هي النهاردة لما بتساهم هو لازم يكتب وزارة الزراعة كده بالخط والبلط العريض ولا هو هيجيب منين؟ هو الحاجات دي كلها جايه من نفس الجمعيات اللي بتشرف عليها وزاره الزراعه. طب بقول لك يا باشمهندس قول مين اللي يذبح بقى ومين اللي يكتب مش هي مش القصه كده. لا ما هو القصه ان احنا نوفر في الاماكن. ثواني يا باشمهندس. لا 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 حضرتك بتقول دلوقتي كون مين اللي يذبح ومين اللي يعمل مش مهم المهم. لا يا فندم مهم مهم لان انا عايز كمواطن احس ان وزاره الزراعه بتاعتي المسؤول الاول عن الملف الغذائي في جمهوريه مصر العربيه. هي طبيعي ان حضرتك هي المسؤول الاول. ما انا بقول لحضرتك ما هيجيب منين؟ ما عندي جمعيات الثروه الحيوانيه عندي 114 مكان وموقع بياخدوا منه الحيوانات دي بتتاخد منها اصلا من الجمعيه نفسها من الانتاج بتاع التعاون الزراعي المشرفه عليه وزاره الزراعه. ما هيجيب منين؟ اروح اجيب من بره عشان يذبح؟ ما هو بيجيب من نفس الجمعيات بتاعت وزاره الزراعه اصلا. بشكرك جزيل الشكر باشمهندس علاء عفيفي وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه. بشكرك سياده النائب رائف تمراز. حد عايز يقول كلمه اخيره بس في حدود نص دقيقه عشان الوقت. بشكرك جزيل الشكر سيادة النائب رائف تبراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان. معلش بس هو الديبيت أو الجدل ده حدث بالأمس فعلا على الهواء وكان فيه رأيين عكس بعض خالص. رأي بيقول إن فيه ورأي بيقول ما فيش، يعني حتى ما كانش فيه تقارب. فإحنا بس تابعنا الموضوع عشان نعرف فيه ولا لا. هو فيه ولكن مش بكميات الكافية. فيه ولكن معنى أنا عندي على فكرة زمايلي هنا أنا بيبلغوني زمايلي هنا يعني معايا زمايلي في الكرو من صباح دريم من الشرقية بيأكدوا أن في شوادر في محطة القطر في الشرقية عند محطة القطر. طب شوادر إيه يا شباب؟ يعني تبع قوات مسلحة ولا المحافظة؟ أنا بسمعهم معلش تحت رعاية المحافظ وفي وداخل فيها قوات مسلحة تمام وزارة الزراعة ووزارة الزراعة والتموين للحق الحق يقال يعني. طيب تمام. هتقضي أول يوم العيد أو غدوة أول يوم العيد فين؟ مامتك ولا حماتك؟ والعكس حماتك ولا مامتك؟ السؤال ده يا جماعة يكاد يعني لا يخلو أي بيت مصري أصيل من مباحثته كل عيد. أنا أعرف ناس متجوزة بقالها 25 سنة ولغاية دلوقتي بيسألوا بعض السؤال ده. لا أول يوم العيد
الفتة واللحمة أو أول يوم رمضان مثلا الغدوة أو الفطار لا عند مامتي مش عند مامتك، لا لا معلش عند مامتي مش عند مامتك. تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض. نزلنا سألنا الناس هيروحوا أول يوم العيد عند حماتهم ولا مامتهم، تعال نشوف هيقولوا إيه. يلا بينا. أول يوم العيد هتروح عند حماتك ولا مامتك؟ هبقى شغال هنا. البنت لما بتتجوز بتروح مع جوزها أول يوم يعني؟ لا أنا قاعدة مع ماما. هروح عند مامتي. هبقى في الشغل. أكيد والدتي. لا دي موجودة ولا دي موجودة. ولا مامتي ولا حماتي، هكون في الشغل. لماما طبعاً. عندي مامتي. إشمعنى؟ كده مامتي. عند أمي طبعاً. إشمعنى يعني؟ عشان يقرب ليا. الشغل والله. ولا هنا ولا هنا في بيتي. مين اللي بيجيلك بقى فيهم في أول يوم العيد؟ دول ودول. لا أول يوم العيد أول ما بيصحوا. السوريان هم اللي بيجوا أول يوم العيد. وولاد البنات بيجوا تاني يوم العيد. لا حماتي عشان جوزي ما يزعلش أكيد. ومامتك تزعل عادي هتسيبيها؟ لا مامتي مهما عملت أصلا مش هتعرف تزعل مني، لكن الحماجير. مامتي الأول؟ كل ما اسال راجل يقول لي مامتي الاول، اسال ست تقول لي مامتي الاول. مين في مين فيكم كلامه هو اللي هيمشي؟ لا مامتي طبعا، مامتي الاول. هتصحي من النوم يعني تروحي لها على طول؟ لا احنا بنبتنا قبلها بيوم. انتي ذكيه بقى بالظبط عشان ما نتقفش الصبح. مامتي الاول، احنا كلنا قاعدين في بيت واحد. حماتك؟ حماتي بنروح اخر النهار او بالليل عقبال ما يذبحوا ويخلصوا. طبعا اكيد امي. ما هي هتقول لك اكيد مامتها برضه. لا الرجال قوامون على النساء. كلمتك هتمشي يعني؟ طبعا. بنذبح الأضحية في بيت العيلة وكل يوم مجتمع فيه. الأول طبعا والدتي لأني ست مريضة ربنا يشفيها ولازم أزورها يعني، دي البركة وعمري كله. هو الأسئلة بتمتد لمجموعة أكبر من الأسئلة، يعني هو مش لازم تكون الخلاف أو الجدال على هنتغدى فين أول يوم العيد، مامتي ولا مامتك، يعني هنا ولا هنا. في أسئلة تانية ممكن مثلا إيه عموما أهلي ولا أهلك، ممكن مثلا بخصوص الرجل المتزوج أكتر من زوجة هتقضي أول يوم العيد عند مراتك الأولانية ولا التانية، احتمال ولا التالتة تكون في السكة، يعني في حاجات في أسئلة كتيرة الحقيقة يعني بيتم طرحها. مهم يا جماعة بس إيه نتجمع على خير إن شاء الله ونوزع كده الأيام والجداول ما بين العائلات، وأهم حاجة صلة الرحم. بمناسبة العيد برضو كل سنة وحضراتكم طيبين، في برضو أسئلة تانية كتيرة بنقعد نسألها لبعض. هتصلي العيد فين؟ بعد ما تصلي العيد هتطلع تعمل ايه؟ في ناس ليها طقوس على فكره، يعني في ناس بعد العيد على طول الذبح، في ناس بعد صلاه العيد بعد صلاه العيد على طول الذبح، في ناس بعد صلاه العيد تطلع تشرب قهوه الاول، تتجمع تقف كده تتكلم مع بعض، في ناس الحقيقه بعد صلاه العيد على طول تبدا عشان تخلص الذبح فتتجمع على الفته واللحمه، في ناس لازم تقف تفرقع بومب. اعرف ناس يعني ما شاء الله طول بعرض ولغايه دلوقتي لازم طقس فرقعه البومب دي اساسي في حياتهم، يعني كلها حاجات جميلة، كلها حاجات بتجدد البهجة وبتحسسنا بأجواء العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. شوف كده تقرير لايت دمه خفيف، هتقضي العيد صلاة العيد فين، هتصلي العيد فين، بتعمل ايه بعد صلاة العيد، اهم طقوسك ايه. ونرجع مباشرة ان شاء الله مع ضيفنا الكريم اللي منور صباح دريم، فضيلة الدكتور خالد عمران امين الفتوى في دار الافتاء المصرية، اتحدث معه عن الكثير من الامور وما احوجنا للحديث اكثر عن كل ما قد يكون سبب في قربنا بإذن الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى. بتصلي العيد فين؟ بصلي والمساجد كلها لله، في أي مسجد بصلي فيه، بس أنا من إمبابة وبصلي في إمبابة. إن شاء الله بإذن الله أكون إحنا والأسرة الكريمة في الحسين إن شاء الله. في الجامع طبعاً. فين الجامع؟ جامع عمر بن الخطاب. بنصلي في الخلاء بإذن الله. عندنا في امبابة. في المنطقة بتاعت اللي أنا ساكن فيها في العرب. في الحسين. مسجد الرحمن ده في شبرا خيمة. في الحسين. في الحسين إن شاء الله. بنصلي في الجامع جنبنا في عين شمس. إن شاء الله في الفيوم. أنا ساكن هنا في القاهرة وإن شاء الله مروح الفيوم أصلي مع الأولاد يعني. والله أنا من المنصورة فأكيد بنصلي في المنصورة. بإذن الله في الجامع بتاع في العباسية، في الجامع القبة الفدوية في العباسية. اسكندرية إن شاء الله. البلد. فين البلد؟ المنيا.
بتجيبوا لبس للعيد ده ولا ده عيد لحمه فما بتجيبوش؟ بالنسبه للعيد ده بيبقى عيد لحمه ومش هيبقى فيه لبس ولا كلام دوت. هو ده عيد لحمه بس برضو بنجيب للاطفال وبنفرحهم ملابس برضو وحلويات كده. لبس ايه بقى؟ نجيب اللحمه الاول؟ لا اكيد طبعا لازم اجيب لبس الاولاد طبعا. عيد لحمه ما جبتش فيه لبس ولا حاجه؟ لا لازم طبعا كل عيد بيبقى ليه فرحه هدومه والكلام ده. طبعا بننزل نجيب لبس. ولا عيد لحمه ما فيش؟ لا لا كل عيد بنجيب لبس. ما فيش لبس عيد؟ عيد ايه؟ هو كل سنه هنجيب كل عيد هنجيب عيد لبس عيد ان شاء الله برضه هنعيد عليهم وبالعاب وحلويات مش عيد لحمه بس يعني. والله على حسب المقدره يعني، لكن غالبيه الناس عندنا هي الهدوم بتاعه العيد الصغير هي بتكمل معانا وعلى حسب مقدره الناس. احنا بنجيب في الصيف وبنجيب في الشتاء وبنعمل حسابنا واحنا بنجيب الصيف ان احنا بنخلي حاجه لايه للعيد وبنخلي حاجه لو جاي في الشتاء بيبقى يجي حاجه للشتاء. والله على حسب يعني اولادي هجيب لهم، انما بالنسبه لنا لا. بتفرقعوا بقى بومب وصواريخ والحاجات دي او اخواتك الصغيرين وكده؟ هو بالنسبه للصغيرين دي امور طبيعيه يعني عند الناس كلها اكيد يعني. نجري ونلعب في الشارع وبنعمل كل الحاجات. لا طبعا مفيش الكلام ده، احنا بنروح نصلي وخلاص يعني. كبير خلاص. وبالنسبه للعيد الكبير حاجه تانية، العيد الكبير غير العيد الصغير، العيد الفطري دوت غير العيد العيد الكبير ده الناس بتذبح وبتاع وكده يعني، والناس بتاكل مع اهاليها، هي اهم شيء كمان زياره الاهل يعني. والله الموضوع مش زي زمان، الفرقات البومب والصواريخ بتبقى في عيد الفطر اكتر منها في العيد الكبير. العيد الكبير بيبقى فيه روحانيات كده جميله وفي وقفه عرفات وصوم وذبح وبتبقى ايام جميله، ويا رب يجعل الايام كلها جميله على المصريين جميعا يا رب. السؤال اللي حضرتك حابب توجهه لدار الافتاء؟ بالنسبه لدار الافتاء يعني ما بيقدموش الوعي الكامل للمواطن، وكل شيخ بيطلع يفتي زي ما هو عاوز. الشعب المصري عايز الفتوى اللي هي في صالحه ويستفاد منها. عايزه اعرف زياره المقابر حلال او حرام، او الميت بيحس بينا لما بنزوره ولا ايه؟ الموضوع اللي ذكره السلطات التونسيه في ان الست تساوى بالرجل في الميراث، وموضوع تعدد الزوجات او المسلمه ممكن تتزوج من مسيحه او اي مله اخرى، ده ممكن يتنفذ عندنا في مصر ولا لا؟ طلب من جهه الافتاء المصريه بتنقيه المفاهيم والخاصه بكل القضايا المعاصره في شبه دليل يعتني براي الافتاء المصري، خاصه في كل القضايا المطروحه على العصر، منها مثلا قضيه المواريث المطروحة والشبهات الدائرة حولها بتساوي المرأة والرجل. دعاء كتروا في القنوات الفضائية المختلفة، وأنا مش عارف بيطلعوا ازاي أصلا يعني. المفروض أن كل داعية يطلع أو يدعي أنه داعية يعني لازم يكون معاه تصريح من الأزهر ويوضح الكلام ده. في لغط كتير يعني، أن في مشايخ بتختلف على موضوع الأغاني، فعايز أقول له الأغاني حلال ولا حرام. وتاني حاجة موضوع شركات التأمين، هل التأمين حلال ولا حرام؟ ليه هي ما بتحافظش على كونها مؤسسة دينية بحتة ملهاش أي علاقة بأي أمور تانية في المجتمع؟ ما رأي الدين أو رأي فضيلة المفتي في الخارجين على الحاكم الذين يتمسحون دينيا أو سياسيا زي جماعة الإخوان والجماعات المتأسلمة وجماعة هؤلاء الخارجين على الرئيس؟ رأي الدين، الرأي الشرعي للدين فيهم كيف نعاملهم؟ هل تطبق عليهم حد الحرابة أو حد الخروج عن الحاكم أو فيما شابه ذلك؟ عايز رأي فضيلة المفتي في ذلك. سؤالي يعني اللي بيحصل في سوريا وبورما وفلسطين وفي البلاد العربية عامة وفي مصر خاصة، يعني أما نيجي نقف قدام ربنا هنتحاسب عليه؟ إذا كان موضوع الأكشاك اللي هم عاملينها للفتوى دي مستمر يبقى كويس، إذا كان في فكر إن هم يوقفوا الموضوع ده فأنا بعتبر إن ده تراجع. ما حكم حلفان إن أنا بحلف بالطلاق كتير وقت الغضب؟
ان انا مثلا ابقى يعني مع الزوجه عليا الطلاق، ان انا لو زائرت في الشغل برضه بحلف بالطلاق، فلقيت عدد الطلاق كتير عندي، ما حكمه يعني؟ هل السفر للخارج بدون محرم لحضور المؤتمرات وحضور الندوات يلزم وجود الزوج او اخ او احم او محرم، ولا ممكن ان بوظيفتي او نتيجه لظروف عملي هل ممكن اسافر لوحدي، ولا هل حلال ام حرام شرعا؟ يوم عرفه عادي، وسمعت اللي هو ممكن يجوز اللي هو ما حدش يصومه، وفي نفس الوقت ممكن يطلع صدقه بنيابه عن اليوم ده، هل يجوز ولا لا؟ موضوع القرض هل هو بصفه عامه حرام، ولا في حاجات فيها حرام وفي حاجات فيها حلال، وايه هي الحاجات الحرام اللي باخد فيها قرض يعني هل دي حرام، وايه الحالات اللي ممكن اقول اه ما خدت فيها قرض هل دي فيها حلال؟ بالنسبه للصيام العشر ايام ولا تسعة ايام تشهر ذو الحجه، الافضل ان احنا نصومهم متكاملين ولا متقطعين، ولا الافضل ان احنا نصوم يوم عرفه بس؟ خلينا نتفق على مجموعة من النقاط الهامة جدا في بداية هذا الحديث. واحد، زي ما قلت في بداية الحلقة، مفيش حاجة اسمها في سؤال صح وغلط، مفيش حاجة اسمها كده. في شخص مجتهد، في شخص بيسعى انه يكون اكثر قربا لله، في شخص عايز بيقول لك انا طمعان وعشمان في رضا ربنا، عايز اعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان معانا وسألته يقول لي اعمل ايه في الدنيا. مفيش حاجة اسمها كل الاسئلة اللي حضراتكم سمعتوها دلوقتي دي وزيها واكتر منها عشر مئات الاسئله كمان كلها بنفكر فيها في حياتنا، فما ينفعش ترد على حد من دور وتقول له يعني ده سؤال والنبي تساله. ده اول حاجه نتفق عليها. تاني سؤال نتفق عليه انه في السنوات الماضيه الطويله الحقيقه كم كبير جدا من الناس ربما الغير صالحه لاعطاء الفتوى، الناس اللي طلعت علينا واججت مشاعرنا واتكلمت في حاجات ما ينفعش نتكلم فيها، وما ينفعش تطلع تقول يجوز عايد على المسيحي ولا لا، يعني ما هي دي بقى الاسئله. انا لسه بقول ما فيش حاجه اسمها سؤال يجوز ولا لا، بس يعني دي الاسئله او ربما طريقه القاء السؤال، وطبعا الاهم طريقه الاجابه بقى والتعاطي مع الموضوع ده طبعا اللي مهم جدا. وبالتالي الفتوى لاهل الفتوى، الناس الدارسه، الناس المتخصصه في هذا المجال. تعالوا ندخل مباشره ونرحب بضيفنا الكريم الحقيقي، سعيده بوجوده معانا في صباح دريم، فضيله الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. فضيله الدكتور يا اهلا بيك يا مولانا، وكل سنه وحضرتك طيب. مرحبا، اهلا وسهلا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب والصحه والسلامه، والمصريين جميعا يا رب بخير. اللهم امين. والامه العربيه والاسلاميه والانسانيه كلها بخير يا رب. امين. ممكن اسال حضرتك في الاول ما المقصود بامين الفتوى بدار الافتاء المصريه؟ يعني ايه المهام الموكله لحضرتك يا فندم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. الحقيقه عندي شويه رسائل اذا صح التعبير متزاحمة من جراء ما سمعته من التقرير ومن الأيام المباركة، وكذلك ما سمعته قبل الدخول إلى الاستوديو في برنامج حضرتك الكريم، والأحاديث التي تناولها خصوصا الكلام عن الحيوان. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والجميع طيبين، وأكرر التهنئة مش لعموم مصر، وربنا يحفظنا جميعا، وكذلك لكافة كل إنسان على وجه الأرض. نحن نحب الإنسانية جميعا، ونحن نحب كل إنسان، فكل سنة والجميع طيب، وربنا يجعلها أيام سرور وسعادة وهناء. أمين الفتوى يعني أحد أعضاء الفريق الذي في دار الإفتاء المصرية للقيام على أمر الفتوى. نعم، القيام على امر الفتوى. على امر الفتوى، نعم. ودار الافتاء المصريه، هل يشمل ذلك فقط اعطاء الفتوى ام تنظيم منظومه اعطاء الفتوى ايضا؟ لا، هي دار الافتاء المصريه. لا، حضرتك كامين فتوى. ما انا بصدد دار الافتاء المصريه هي احد اركان المؤسسه الدينيه في مصر، وكلمه المؤسسه الدينيه تديك المفتاح وتدي للساده المشاهدين المفتاح. المؤسسه الدينيه مؤسسه تعليميه تعطي النصيحة وتعطي الإرشاد، وهذا طبعا بخلاف المؤسسة أخرى موجودة في البلد، هي مؤسسة التشريعية
التي تصدر التشريعات وتشريعاتها ملزمة. وإحنا دايما بنقول الفرق بين الفتوى والقضاء إن الفتوى نصيحة وإرشاد، إنما القضاء ملزم. طبعا هو في مؤسسة، المؤسسات التنفيذية وكذا، فموقع المؤسسة الدينية التي منها دار الإفتاء المصرية هي الإرشاد والتعليم وتوجيه الناس. نعم. أنا هنا عندي مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة فضلت الدكتور، والحقيقة كلها متعلقة ب الشخص المعني أو المنوط بإعطاء الفتوى، وخصوصا يعني أنا من الأسئلة اللي جات مثلا هنا، أنا حسأل في جزئية مين الشخص اللي المفروض إن هو إحنا بالبلدي بيقول يفتي، فيعني حتى وللأسف إنه الكلمة دي أصبحنا دلوقتي لما بنقول كلمة يفتي بالبلدي بنقصد بيها إنه بيقول كلام مش صح للأسف الشديد. فنتحدث باللغة العربية ونقول من الشخص المنوط بإعطاء الفتوى، هل الدارس فقط للعلوم والقرآن الكريم طبعا والسنة النبوية الشريفة والعلوم واجتهادات العلماء وما إلى ذلك، ولا أيضا بنضيف لي أنه ربما هناك درجات علمية أكثر يعني تخصصا بتطلبوها لكي تطمئن قلوبكم أنه هذا الشخص يصلح لإعطاء فتوى، خصوصا في المسائل اللي ممكن يبقى فيها يعني حاجات مهمة، مواريث الـ يعني شرعية أمور في غاية الأهمية. طيب هل تسمحي لي ان احنا انتهزها فرصه واحنا امام موسم داخل علينا عيد الاضحى، وانا سمعت قبل الحلقه اهتمام كبير بقضيه حقوق الحيوان، وسمعت حضرتك كنت بتكلمي عن الرحمه اللي هي القيمه الاولى في حياتنا. نعم. القيمه الاساسيه اللي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال له الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وبكرة يوم الرحمة عرفات، كل سنة وحضراتكم طيبين، حيث يتنزل الرحمات على أهل الموقف، وتشمل الرحمات كل أهل كل من يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى غدر إن شاء الله. فإحنا ديننا دين الرحمة، وإحنا عايزين نترجم الرحمة دي إلى سلوك أفعال. سلوك وأفعال. قيمة الرحمة ما وصل إليه العالم من الرحمة بالإنسان، حتى في مؤسسات لحقوق الإنسان وكذلك بالحيوان. هل إحنا نعمل إيه؟ بعض اللي بيتصدروا للفتوى بمناسبة سؤال سيادتك بيرددوا بعض الكلام اللي يعني هي حبكة الحيوان، رحمة بالحيوان، طب ما إحنا الإنسان دمه مراق، طيب ما تعمل أي حاجة علشان تعلي. وانا هنا هقول كلمه بتتردد على لسان كثير ممن يتصدرون للفتوى، وبياخدها بعض الناس لعمل الشعيره بتاعه اللي جايه، شعيره الاضحيه. يقول له ايه؟ يقول له طالما انت تعمل الاضحيه يبقى تعلي الشعيره وتظهرها، وقف اذبح في نص الشارع وفرج الأطفال على أنت بتذبح في نص الشارع، وبعدين اذبح بالطريقة اللي تظهر، يقول له كده تظهر بها الشعيرة، يعني كلهم مع بعضهم كده يذبحوا مع بعضهم. وكمان طب الدم، ولا زلت أكرر كلام بعض، الدم ده لما يسيل يبقى احنا بنبين احنا بنعمل عبادة. طب الدم هيسيل والمخلفات والبتاع، اهم حاجه في يصدر له هذا الوهم. ده يا جماعه كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. الله ينور عليك. قبل الله. اي شيء لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل كونه مخالفا للبيئه، وهو مخالف لقوانين البيئه التي امرنا شرعا ان نحافظها، قبل كونه مخالفا للرحمه اللي احنا القيمة الأساسية اللي احنا مأمورين بها. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو رحمة الله للعالمين حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رجل دخل الجنة بسبب رحمته بكلب، وانا سمعت التقرير عن كان رحمته بكلب، كان ماشي في الصحراء وهو كمان عطشان، فوجد كلبا ينهث الثرى من كثرة العطش، فما كانش عارف يعمل ايه. يقال رجل، بعض الاحاديث الصحيحه عند البخاري وغيره رجل، وبعضهم يقال مراه، وحتى المراه دي كانت
ست باغية فخلعت الحذاء من رجله أو الخف من رجله ونزل سئ الكلب. قال رسول الله فأدخله الله الجنة بهذا. سأ كلب لأنه كان ماشي في الصحراء لقى كلب عطشان وهو الراجل نفسه كان عطشان لكن راح خالع حذاءه ومالي بيه مية ومشرب الكلب مية فقم بشر بالجنة. وبعض الروايات إن دي كانت ست وست مش يعني المشيها لكن في نفس الوقت الله نظر لها نظر الرحمة بسبب رحمتها بالحيوان بالكلب علشان نقول اللي بيرددوا أصله ده كائن نجس. هو مفيش حاجة اسمها كائن نجس والكلام ده أو فيه أحكام خاصة بالكلب علمنا إياها رسول الله وكل حاجة لكن ده مش كائن ده كائن واحترام الروح التي أوضعها الله سبحانه وتعالى من الرحمة التي يودع الله في قلوب عباده المؤمنين. الست الثانية دخلت النار في قطة سيدنا النبي قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تقول من قشاش الأرض يعني ما فدي دخلت النار بسبب قلة الرحمة مع أنها كان يقال أنها امرأة صالحة يقال تذكر من كثرة صيامها وصلاتها كانت بتصلي وتصوم وكانت امرأة صالحة لكن حبست قطة ما عذبتهاش بقى ولا ضربتها ولا سمتها دي مجرد حبستها تمام فالقطة ماتت من العطش والجوع فبشرت بالنار. نعم فإحنا عايزين نطلق من هذه الدعوة من هنا وفي هذه الأيام المباركة التي تتنزل فيها الرحمة دعوة مثل الدعوة اللي حضرتك اتكلمت عنها إلى الرحمة دعوة إلى أن نكون أكثر رفقا وتنظيما. ما ينفعش تسبح الذبيحة أمام أختها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قال لنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل يعني ذبحتم الحيوان يعني وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يريح ذبيحته مش ما العلماء من زمان نصوا على إن ده سلوك مجرم ومحرم ومهين ومن غير نظر لا إلى شرق ولا إلى غرب. طيب ممكن سؤال يا مولانا حضرتك تقول كلام في منتهى الأهمية يجي الأب يقول لك أنا عايز أطلع ابني راجل وعايز أعود ابني من وهو صغير كده عشان أتفاخر ويقعد يتفاخر يقول ده أنا ابني مش عارفة 7-8 سنين وده هو اللي دبح مش كده يا بابا مش كده حبيبي أنت اللي دبحت فيديله السكينة ويقول له والله حبيبي وقف جنب عمه الجزار ويدبح فنلاقي في الآخر محاولات قتل مش دبح أضحية أبدا ونلاقي الطفل يعمل كده ويخربش وسكاكين وضرب أصبحنا نرى هذا الآن في المجتمع المصري يا مولانا. أرجوك وجه رسالة للناس إنه الأضحية دي عبارة عن هدية تقدمها لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقدمها منقوصة لا يمكن أن تقدمها بهذا الشكل. قبل أن تعلم ابنك أن يسبح علم ابنك أن هذه الذبيحة إحنا بنعملها علشان تقع عند الله موقعا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال علم فاطمة لها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها يغفر لك ما مضى من ذنوبك الله. فطيبوا بها نفسا. شوف كلمة طيبوا دي وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبه وإحنا فيه معاني إحنا بننساها وبنشرد عنها. إحنا لما بنسبح مش حب للدم ولا عشان يعني أنا عايز تعلم ابنك الذبح لازم الذبح ده مقرون ببعض أخلاق الفارس النبيل. يعني إيه الفارس النبيل؟ الفارس النبيل مش بيذبح حب للدم ولا بيتعدى على الدم أبدا إنما بيفعل ذلك لأن دي بعد كده هتبقى في مصلحة الفقير. بيفعل ذلك لأن ده حيوان سخره الله سبحانه وتعالى لنفع الناس. فلذلك فانت هتعلم ابنك ويخربش الحيوان ده جريمه. علم ابنك يعتدي وهو لسه ما تاهلش وهنا تيجي قضيه مهمه ان لسه الولد عايز يتدرب على انه لسه لما يكبر ويبلغ سن يقدر يعمل فيه فيتدرب. انما انت مش مشكله الولد بقى هنا مشكلتك انت لما تستهين بانك تدي له السكينه فيقوم يعورها أو يخربشها وتفضل الذبيحة تطلع في الروح مدة أو تدبر الذبيحة تطلع لا اتق الله هذه روح استأمننا الله سبحانه وتعالى عليها هنسبح ومش هنتبع ونسبح الأضاحي ونسخر ومش هنقول ما نذبحش لكن نسبح
بما بالقيم التي تعلم قيم الرحمة التي تعلمت، نحجب الذبائح عن بعضها، نعم. نريح الذبيحة لما نيجي نسبحها، نحد السكينة لما نيجي نسبح، لما نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نطيب بها، ما نسيبش الدم يشيل في الشارع، ويبقى أحسن لو وكلت حد من جمعية من اللي بتعمل الصكوك، مفيش عندك مكان مثلا، مفيش عندك إمكانية إنك تسبح، روح وكل جمعية من اللي بتعمل الصكوك، وده يبقى كتير ومن الجمعيات وحتى المؤسسات بتسبح، روح وكل الجمعية أحسن من أن تسيل لنا الدم في الشارع بالطريقة دي فيؤذي. تبقى الذبيحة اللي سيدنا النبي بيقول طيبوا بها نفسا، اللي سيدنا النبي بيقول لك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، تبقى الذبيحة مصدر لإزاء خلق الله، والدم بقى ده ما تعرفش هيعمل ايه في الناس، والمنظر البشع عظيم في تعذبها كمان. والاكثر من ذلك، عندما نسيء كاميرات العالم بتجيب ده، واحنا مش مصدر ان احنا كاميرات العالم هتجيب ولا لا، لكن المصدر الهم اللي احنا بنقوله ان كاميرات العالم لما هتجيب ده وتلصقه باسم الاسلام، فاحنا نكون نعم. سبب نعم. في فتنة الناس عن الدين، وده نعم. بحقيقي نعم. فمش من منطلق أي حاجة إلا من منطلق إن إحنا عايزين نظهر ديننا ونبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على خير ما يكون. وما تقول يا مولانا الحقيقة هو ما تتحدث عنه الكثير من الجهات والمؤسسات والجمعيات في العالم، وتقول لك فعلا انظروا إلى مصر والمصريين، انظروا إلى بلد الأزهر كيف تعامل الحيوانات بقسوة، كيف تقتل وتحرق، تعالوا حتى شوفوا في عيد الأضحى بتاعهم أو بيسموه عيد اللحمة، تعالوا شوفوا بينزلوا يعملوا إيه في الذبايح في الشارع، بيقتلوا الحيوانات مش بيذبحوا الذبيحة وفقا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ونحن طبعا يعني نمتثل لأوامر الله تعالى، لا يقول لك دول بيقتلوا الخرفان والبقر والجاموس، بيقتلوا الحيوانات وبيسيئوا استخدامها، حتى من أول نقلها من مكان لمكان، إنك تحط 50 حاجة مع بعض في عربية واحدة ونصها مدلدل في الشارع وتعذب وتهان، وهذا المنظر يعني زي ما فضلت الشيخ قال تلصق هذه الممارسات بالدين الإسلام، ووالله الإسلام بريء يعني تماما من هذه الممارسات. بما يتحدث عنه فضيلة الشيخ الدكتور خالد عمران، الحقيقة في فيديو أنا عرضته السنة اللي فاتت وفخور قوي أن أنا أعرضه تاني، وحستسمح حضرتك أدعوك تتفرج معنا ليه. هو شخص أجنبي مسلم بيشرح بشكل بسيط جدا التعامل الأمثل مع الأضحية، الخروف ازاي نتجنب فكرة انك تجري وراه وانك تقعد وتطلق الناس في الشارع فتضطر تروح معرقبه وتكعبله فيتخبط، فبالتالي هنا تبطل شروط الأضحية، وازاي سبحان الله وهنا تتجلى يعني عظمة التكبير والتسبيح على مخلوقات الله، ازاي لما تسبح عليه وتقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بطريقة ما بطريقة معينة كيف تهدأ الأضحية وتقوم بالبسملة والتعامل معها. نتابع معا هذا الفيديو. Okay, what we're gonna do, we're gonna take the mamas, we're gonna bring him over here and we're gonna make him submit on the ground over here. بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. This is total submission. Total submission. This guy is ready for anything to be done to him, and he's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. See, I let him go, he gets up. Abdulwahid, you want to do him? No, you need to show to a skeptical person. Bismillah. Allah. It's okay, baby, it's okay. I'm not doing anything good. Bismillah, Allahu Akbar. It's okay, baby. Same reaction.
they all react the same. The power of the word. They're more religious than most humans. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. 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 Total submission. These guys had a little they come from a bigger ranchers, so they're a little bit wild. They're not used to be touched and handled by humans. And for them to turn around and just lay down like really in total peace. Answering the calling. Definitely. The power of the word gets clearer and clearer after you see more and more submit. هذا هو ديني. هذا هو ديني. هذا هو ديني، دين الإسلام الذي أعتز وأفتخر به، ديني الذي أمرني بالرحمة، وحتى وأنا أمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى بالأضحية والذبح لكل ما فيها طبعا من فوائد، أيضا ديني أمرني بالرحمة في التعامل مع هذه الأضحية. مولانا فضيلة الدكتور خالد عمران، لمحت السعادة على وجه حضرتك وحضرتك بتتابع هذا الفيديو معنا. طبعا هو يعني أصل هي القضية ان احنا مش زي ما قلنا مش حابين حكاية الدم، هي مش تفافي. ده احنا عندنا في ديننا حاجة مهمة، معلش اذا كان فات نقولها بس لا تلا. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عصفور يذبح بغير حق الا وعج الى الله يوم القيامة عجا، يشكو يقول اي ربي، مش بيشتكي من اللي ذبحه، فبقول اي ربي هذا ذبحني بغير حق فاقتص لي منه. yeah. اعتدى علي من غير ما يكون فيه معنى. احنا واحنا بنذبح وشوف القيم اللي تيجي لما تسري لاولادنا وهم بيشاهدوا، يعني بنعلمهم ويكونوا في سن لائق ان احنا نوقفهم اللي تعليمهم كده وكده. القيم ان احنا بنذبح مش علشان نتشفف دمها، دي بقربة، ده علشان ده مسخر والفقراء ينتفعوا ويبقى فيها هدية ويبقى فيها كده، وده قيمة لطيفة. فلو سمحتوا القيم دي ما ننساهاش واحنا بنذبح. الإحسان، والإحسان ده معناه الإتقان، والإتقان معناه انك ما تأذيش حد لا قبل الذبح ولا في أثناء الذبح ولا بعد الذبح. ما تأذيناش لو سمحت بالدم ومغلفات الأضحية، لو سمحت ما تسرش المنظر الكريه ده اللي احنا ما احناش عايزينه. اما ان تسبح في مكان معد اعدادا جيدا، واما ان تسبح في الاماكن التي معد زي المذبح او كده، واما ان توكل احد يسبح عنك. التي من جملتها صكوك الأضحية. الناس اللي بتبقى مستعجله اول يوم العيد بعد الصلاه وكله بيتخانق وبيشدوا الجزارين من جلالبهم، وتعالى لو سمحت وتعالى، فبنلاقي اضحيتين وثلاثه واربعه وعشره قصاد بعض بيتذبحوا. كويس حضرتك أثرت السؤال ده. هذا المشهد يا مولانا، هل من الدين في شيء؟ هل الله سبحانه وتعالى يقبل بذلك؟ كويس حضرتك أثرت السؤال ده، علشان طبعا هو ليس من الدين، ان منصوص بنصوص علماء المسلمين وبكلام سيدنا النبي على عبر العصور. ده يخضب الله، ده انك الروح التي اودعها الله سبحانه وتعالى في الحيوان تتعامل معها كده. لكن كويس حضرتك أسألت السؤال ده عشان نذكر الجميع أن وقت الأضحية ليس هو فقط بعد صلاة العيد، ده وقت العيد بيبدأ من بعد صلاة العيد. ومال ينتهي إمتى؟ ينتهي رابع يوم العيد، مش ثالث يوم العيد، أيام التشريق، أيام لحد غروب شمس، أيام التشريق الثلاثة.
فدي فرصة انك تسبح وتشهد من يسبح وتجمع الناس لهذا والجزار اللي مشغول الساعة بعد ساعة وبعد اتنين وتاني يوم وتالت يوم وهكذا. لو سمحت ما تخليش هذه فرصة الازدحام ده انك تؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. ولما ابنك يقول لك او ابن ابنك او حفيدك يقول لك يا بابا يا جد ما تيلا نذبح، قول له بس احنا منتظرين علشان ما نأذيش الذبيحة دي او الخروف ده ده احنا منتظرين عشان نذبحه ونهديه لله على اكمل وجه، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وتشرح لابنك تقول له لا نستنى زي ما مولانا قال كده، لا استنى لما الخروف ده يتذبح الاول، علشان يا حبيبي ما ينفعش خروف يتذبح قصاد خروف، عشان الخرفان وكل الحيوانات دي وكل هذه الاضاحي دي روح بتحس في النهايه، فلما يشوف الأضحية التانية دي بتتذبح قدامه بيخاف. فنشرح له ليه؟ يعني نقول له لأ ونقول له لأ ليه؟ نشرح له ليه؟ اسم استسمحك يا مولانا نبدأ ناخد بعض الاتصالات اللي جاية لحضرتك. نبدأ بسيدة، اتفضلي يا حاجة سيدة. كل سنة وانتي طيبة. حضرتك طيبة والصحة والسلامة. معلش ربنا يعودها عليكم بخير وعلى مصر كلها وعلى الأمة العربية، ودايما ينصر بلدنا وينصر مصر يا رب. اللهم آمين يا رب. اتفضلي. انت من ورا الشاشه. ربنا يخليك يا رب. بس معلش هسال الدكتور بس بسؤال. طبعا. هو مش موضوعنا بس سؤال يعني. اتفضلي. ما حكم الدين في انسان وعد بنتي بالجواز وراح عمل عمره وهي احسناته كتير وقفت جنبه كتير وعملت معاه حاجات كتير وهو راح ولم يعد وطلع يعمل عمره وعمل عمره؟ حاضر حالا. بشكرك، كل سنة وانت طيبة وربنا يرزق بنتك يا رب باللي يستاهلها ويستحقها ويسعد قلبك وقلبها يا رب. سلمى اتفضلي. يا سلمى. سلمى الو اتفضلي. لو سمحتي انا بس عايز اسأل الشيخ حاجة بعيدة عن الموضوع شوية. لا يا حبيبتي، مولانا مستعد يسمع كل الاسئلة، اتفضلوا. بس عايز اسأله في لو شخص متوفي وعنده تركة تتوزع ازاي، او يعني البنت تبقى تاخد نصيبها ازاي والام، هل بعد ما الام تاخد نصيبها من التركة البنت تترث من المتبقي؟ طب سؤال سلمى، هو اللي توفى مين يا حبيبتي، الاب ولا الاخ مثلا او الابن؟ يعني الاب. الاب توفى، عنده مراته وعنده بنته. عنده حد تاني؟ طيب في حد تاني؟ في بعض الإخوة. يعني هو ليه زكور. إخوات الأب المتوفي ليه إخوات. حاضر. طيب عنده أولاد ذكور؟ لا ما عندوش. يعني هو كل الموجود دلوقتي أو زوجته وبنته وإخواته. أيوه. طيب تمام تمام. حاضر يا سلمى. أحمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام الأمة الإسلامية بخير وفضيلة الشيخ وحضرتك يا جميلنا. اللهم آمين. حضراتكم طيبين. والمصريين كلهم يا رب بخير. اتفضل يا فندم. الله يخليك. والله يا فندم أنا كنت عايز أسأل، لو واحد في رمضان فطر يومين، هل اليومين دول بيتحسبوا إزاي في الصيام؟ إن أنا أصومهم أعوضهم تاني إزاي؟ كفارتهم إيه؟ ده أول جزء من السؤال. إيه سبب الإفطار؟ عايز اسال دكتور خالد بيسالك سؤال بس يا يعني احمد حضرتك بالنسبه للمولود. استاذ احمد. استاذ احمد. أيوة. بس دكتور خالد بيسالك سؤال، اتفضل يا فندم علي صوتك لو سمحت. هو ايه سبب الافطار يا استاذ احمد؟ والله هو كان سبب الافطار ان الفجر اذن وكنت لسه لحقت اتسحرت وبعد كده يعني بس يعني سبب الافطار اليوم. يعني هو كسر صيام يومين بالاكل. بالظبط. طيب تمام تمام. السؤال الثاني بقى حضرتك، انا دلوقتي عايز اسال بس بالنسبه للمولود، هل فرض عليا ان انا اذبح له ضحيه ولا مش فرض؟ اللي هو قصدك العقيقه المولود يعني. قصدك العقيقه؟ لا ايوه بالظبط كده. طيب قصدي العقيقه. تمام حاضر. مين معانا يا شباب؟
طيب ناخد نرد على الاسئله دي وناخد باقي تمام. خلينا نبدا بقى احمد في الاخر دلوقتي. السؤال الاول: من افطر يومين في رمضان وذكر لحضرتك السبب ايه؟ طبعا هو عليه قضاء اليومين في بعد رمضان، وبعض العلماء يلزمه باخراج فديه، يعني يطلع على اليوم حوالي 15 جنيه مثلا في اقصى تقدير، يبقى 30 جنيه اقصى حاجه. 30 جنيه 30 جنيه تمام. انا ممكن هنا سؤال عشان جاي برضو بمناسبه بس التعويض الصوم. المراه في رمضان عندما تاتيها الدوره الشهريه وتضطر للافطار، طبعا لو تراكمت عليها كذا سنه، يعني نفرض مثلا هي قعدت مثلا 5-6 ايام او اسبوع ما بتصومش طبعا غصبا عنها للعذر الشرعي كذا رمضان ورا بعض، للعذر الشرعي ليس طبعا. لانها حامل ليس لا 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 لانها لا يعني هي كل يعني سنه رمضان ورا رمضان ورا رمضان وما عوضتهمش، بتدخل رمضان اللي بعده من غير ما تعوض الكام يوم دول، ورمضان اللي بعده فتراكم عليها مثلا حاجه بتاع شهرين ولا حاجه، تعمل ايه؟ وهل في اي احتماليه ان ممكن يكون صيامها والعياذ بالله لا يقبل؟ لا، صيامها ان شاء الله يقبل، بس تبادر الى زيها زي اللي بيقضي الصلاه، بنقول له اعمل ايه بقى؟ اولا ما تصوميش، يعني تيجي عليك وقفه عرفه انوي صومي مع الناس، بس انوي ان هي قضاء من ما تصوميش نوافل، لان ده واجب، ده صيام واجب. ايه ده يا فندم؟ يعني ما يعني طب واللي عايزه تصوم وقفه عرفه ما هي هي هتصوم، ما هي ايوه بس عليها ايام قضاء من رمضان. تمام. احنا بنقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرائض اولا فرض. طبعا الفرض مقدم طبعا، فوهي عليها مجموعه من الايام كبير، مثلا حضرتك ممكن يوصلوا 60 يوم. فهي ما تصوميش نوافل بقى، اثنين وخميس في ناس تصوم اثنين وخميس، في ناس تصوم نص الشهر. طب ينفع جمع النيه؟ يعني اصوم لا هنا ما ينفعش، اصوم وقفه عرفه هي هتصوم مش عرفه، ايوه انويها بنيه قضاء قضاء كده. اليوم اللي عليا زائد وقفه عرفه. لا مش زائد، دي صيام عرفه، ده زي صيام عرفه نفل، فهننوي ان هي صايمه من اليوم اللي عليها، وهو قدام ربنا وقع في صيام عرفه، فلعل الله سبحانه وتعالى ينظر اليها فيدخلها في عموم الثواب، وده رجاءنا من الله سبحانه وتعالى، لكن نيتها ان هي من القضاء اللي عليها، وهكذا. وتنتزل ايام الشتاء جايه اهي، فايام الشتاء بتبقى قصيره. طب مفيش خروج، ما ينفعش تطلع فلوس، ما ينفعش تطلع حاجه لله؟ هي قادره على الصيام؟ قادره على الصيام. احنا بنقول لا، يصل الصيام في الحاله دي مش لازم 60 يوم ورا بعض، هتصوم متفرقين، وهتلاقيها يسيرة إن شاء الله، بس بالنية ربنا سبحانه وتعالى بييسر. ونعم بالله. سؤال كان سيدة في الأول خالص: لو شخص وعد بنت بالزواج أحبها وأحبته وتوعد على الزواج وبدون أسباب أو أيا كان، يعني زي ما بيقول كده خلي بيها وكسر قلبها وسابها وطلع يوم العمرة حتى يعني يتقرب إلى الله، وهو حتى سايب البنت قلبها محطم ونفسيتها طبعا صعبه، ده يا فندم حكمه ايه في الشرع؟ كويس ان السؤال ده جه علشان ننبه على عده امور. ده سؤال متكرر بتساله كثير من البنات، والبنات خصوصا طبعا. الوعد الوفاء بالوعد من الاخلاق. دي واحنا عارفين ان ايات المنافق ان هو يخلف وعده. والنقطة الثانية ودي المهمة، إن الخطبة التي هي مقدمة الزواج، وده شكله يعني كان في إطار طالما وعدها بالجواز يبقى اسمه خطبة، إن الخطبة من الوعد الذي ينبغي الوفاء فيه، لكنها فترة اختبار، فترة الاختبار بين الشخصين المقبلين على الزواج. ولذلك يا بنات وخصوصا يا بنات، الخطبة فترة اختبار مش أكتر من كده، فترة اختبار للأخلاق، فترة تعارف، وهكذا. طبعا احنا مشاعرنا، احنا المشاعر دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس ما وراء المشاعر وغير كده يبقى مش مسموح في فترة الخطبة خصوصا، علشان دي فترة اختبار. على الجانب الثاني، انت عايز تسيب بدله انه يسيب، وده حقه احيانا، يعني ما احيانا يبقى احسن، احسن انه يسيب قلب بدون اختفاء مفاجئ، يسيبها باختفاء بالظبط، يبقى بكرامه واخلاق وفروسيه. عايز تسيب بنات الناس، يبقى اولا بكرامه
وأخلاق وفروسية. يبقى بدون كسر قلب لازم يبقى قبلها فيه جلسة حوار أو جلسة تواصل معها أو مع أهلها، ولطف في يعني في المعاملة وإنهاء في الموضوع، لطف فيه. ثانيا ما تختفيش مرة واحدة، وفاء بالحقوق ووفاء بما أوجب الله ممكن سبحانه أزود وتعالى. ونعمل الرحمة مرة تانية، هي الرحمة، هي قضية الرحمة. الرحمة في التعامل، الرحمة. أنا في سؤال أنا بحبش عمري أسأل، إيه أقول؟ طب هو لما طلع يعمل عمرة كده ربنا يتقبل العمرة دي؟ لأنه أنا طول عمري عندي يقين أنه يعني العلاقة بين العبد وربه لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يعني أنه ما يفعله العبد يقبل أو لا يقبل، ربنا سبحانه وتعالى فقط هو العالم بده. قضية القبول وعدم القبول، لكن إحنا بنقعد قضية القبول وعدم يعني عند علم الله سبحانه وتعالى. بس إحنا كبشر زي الأم كده، الأستاذة سيدة بتقول لك وطلع يعمل عمرة وحقها تسأل السؤال ده، يعني قصدها تقول يعني هل ده الدين برضو؟ إنه هو كسر بقلب بنتها كده، وزي ما حضرتك قلت ما اتكلمش معاها وساب البنت موجوعة وتعبانة وكذا، وطالع يعمل عمرة، يعني مش عارفة حضرتك فاهم قصدي؟ إنه إحنا بنحترم مشاعر الحاجة سيدة جدا، الظاهر من بره سيدة. إيه والباطن إيه يا فندم؟ نحترم مشاعر الأستاذة سيدة جدا ومقدرينها، يعني طبعا دي بنتها مهما كان، والبنت كمان ومشاعرها واللي حصل وكده. بس في نفس الوقت انا بقول لها الاحسن انك تدعي لبنتك ربنا يختار لها الاحسن، وانك تدعي لبنتك ربنا عوضها خير عن اللي حصل، وتسيبي صاحبنا ده لله. لان ما احناش عارفين هو طالع يعمل عمره ليه اصلا، يعني هل هو طالع عمره عشان يكفر، ولا الله اعلم هو حط طالع عمره، احنا ما نعرفش. ولذلك فبقول لها الاولى توجه مشاعرك ودعائك وابتهالك لبنتك ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطرها. اذا صحت النيه كده ان شاء الله ربنا يجبر خاطرها ويعوضها خير والف خير. طيب ناخد اما لا في كان في سؤال سلمى كمان اللي سالتنا بخصوص، يا شباب سلمى، المواريث حاجه زي انه الاب متوفي من يحق لهم الميراث؟ الزوجه والابنه وهو ليه بعض الإخوات. يا سلمى بتسأل عن حاجة أنا لازم أركز عليها، وهي بتسأل لا يا سلمى أنت ما بتاخدوش الفايض بعد الزوجة. في زوجة معايا وفي بنت وفي إخوات، أنت ما بتاخدوش الفايض بعد الزوجة. إحنا بنيجي نقسم في مثل هذه الحالة دي، أنت اسمك صاحبة فرض. يعني إيه صاحبة فرض؟ يعني إحنا بنعمل أسهم بتتاخد مع بعضيها، فأنت فالزوجة هتاخد تمن، انت هتاخدوا نص البتاع مع بعضيكوا كده، والفايض هو اللي هيروح لاعمامك مثلا او اخوات المتوفى. الفايض ده الباقي ده هيروح لاعمام المتوفى، لكن انت في الاسهم من اول التقسيم. اشكرك. اخد امة الله، اتفضلي امة الله معانا يا شباب. الو، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال الشيخ على حكم الميك اب. حكم الميك اب، الميك اب، المكياج. حاجه ممكن لو سمحت فيه كذا سؤال تاني. اتفضلي. السؤال التاني حكم الاغاني برضو. حكم الاغاني، الاغاني، حاضر. والتالت والاخير لو فتاه عندها العذر الشرعي في يوم عرفه فمش هتعرف تصوم، ومع العلم ان يوم عرفه طبعا بيكفر سنتين، فانا ممكن اعمل ايه من الاعمال الصالحه الثانيه اللي تخليني ان شاء الله يعني ربنا يكفر لي ان شاء الله يعني؟ حاضر حاضر يا أمة الله. محمد اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. ليا سؤال بالنسبه للحج يعني. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألونك عن الأهل التي يقول هي موقيت للناس والحج. بسرق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احنا بقى فرضين بالنسبة لنا بسرق الله العظيم، احنا فرضين الحج في شهر ذو الحجة فقط. رغم الأشهر الحرم أربع شهور، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني في ناس قالوا إن كان آخر حجة، الحجة اللي هو حجها كان في ذو القعدة. فإحنا ليه فرضين الحجة في ذو الحجة فقط؟
ليه مش فاردين الحج اصلا في الاربع اشهر الحرم؟ ده سؤال بس نفسي اعرف اجابته يعني عشان بيراودني كثيرا يعني. حاضر يا فندم. وانت طيب بالصحه والسلامه. مين معانا يا شباب؟ ام احمد القاهره، انا معايا اتصالات كتيره جدا، اتفضلي يا ام احمد. ام احمد أيوة. اتفضلي اتفضلي. ماشي. لا معلش، اطفي التلفزيون والنبي، اطفي التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اطفي التلفزيون من فضلك. بقول لحضرتك والد جوزي توفى كان قبل ما طيب ماشي اتفضلي. والد جوزي توفى بس قبل ما يتوفى كان قعد شهر، كان قاعد شهر تعبان. فهو كان عليه ثلاث صبيان، ثلاث رجاله وبنتين. من الثلاث رجاله دول كان اثنين بس اللي بيصرفوا، ويعني كانوا مراعينه قوي. هو ما حلتوش يعني غير كان معاشه وفلوس بسيطه كده موجوده. فهو تعبان في اخر حاجه في الفقرات الاخيره بيقول ايه، انا لما اقبض المعاش حد ولاده يعني اللي هم كانوا بيصرفوا الفلوس كلها اللي جابوها بتاعت الادويه. هو تعب قوي قوي يعني وكانت المصاريف كتير، بس ولاده يعني بصراحه حق ربنا ان هم كانوا ايه مأجين واجبهم كله. فدلوقتي الفلوس اللي موجوده اللي هي موجوده في البيت وفي شقه ايجار اللي هو كان قاعد فيها وميه ونور وكده، فهم بيقولوا ايه احنا هندفعها يعني هنخلي الشقه وندفعها. المطلوب السؤال اللي مطلوب دلوقتي فلوس المعاش اللي هي ايه جايه الشهر اللي هو الاخير ده، والفلوس اللي كانت موجوده في البيت الموجوده دي تتوزع على الاولاد كلهم، ولا اللي هم اللي ننفذ اللي هو قالوا هدفع الفلوس بتاعت الادويه، ولا هنعمل ايه؟ طيب انا بشكرك. حاضر بشكرك يا ام محمد، وخليني ارد على سؤالها لانه سؤالها يعني طويل شويه. قبل ما اخد بقيه الاسئله خلينا نبتدي بسؤالها. اتفضل. احنا عندنا دلوقتي متوفى رحمه الله. نعم. وعندنا عده امور المعاش يا ام محمد، ده بيقسم حسب ما تقسمه الهيئه المسؤوله عن المعاش، دي مشتركه، المعاش مشتركه، ولذلك في قواعد تقسيم للمعاش، وده هتروح التقسيم المعاش زي ما الشقه الايجار برضه بقانون الايجار مشتركه 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 فبتتقسم حسب قانون الايجار. تمام. الفلوس اللي هو سايبها هي دي اللي تركه، ودي طالما هو ما ادهاش لحد في حياته، مش وعد، لا اداها يعني اداها له قال له خد يا فلان دي، طالما ما اداهاش لحد في حياتي فتقسم بين الورثه جميعا بالانصبه الشرعيه. نعم. اللي عملوه بقى الولاد، شويه الولاد اللي عملوه معاه في مرضه، ده عند الله سبحانه وتعالى، ربنا ما بينساش عباده. ونعم بالله. بس التركه الموجوده اذا كان هناك تقسم حسب النصيب الشرعي. اشكرك. انا عايزه ارد على سؤال امط الله، معلش قبل ما اخد باقي الاتصال. امط الله كانت بتسال على اللي مش هتقدر تصوم وقفه عرفه للعذر الشرعي، هل تقدر تصومه تاني ولا لا؟ هي امط الله بتقول اعمل ايه في يوم عرفه؟ في يوم عرفه. وكمان قالت انا مش هقدر اصومه تقريبا. طبعا هي مش يعني اعمل ايه؟ لا، وانا مش هقدر اصوم يوم عرفه. يوم عرفه يوم الرحمات جميعها لجميع الناس. على فكره الحجاج واقفين على موقف عرفات نص يمين عرفات، ويسن لهم الا يصوموا عرفات. وسيدنا النبي ما صامش يوم عرفه في الحجه بتاعته. ده معناه ايه؟ خلينا نفهم الحته دي بدقه. بس هو الحاج لا يصوم عرفه، الحاج لا يصوم عرفه، لكن احنا بنصوم يوم عرفه. تمام. بس ده انا عايز اقول هنا ناخد فايده، ناخد ان ربنا سبحانه وتعالى بيوزع ما يريده من عباده. فطالما سبحانه وتعالى، والذكي بقى اللي يقدر ايه، طالما ربنا سبحانه وتعالى بعت لك او بعت لحد ما يحجبه عن الصيام في هذا اليوم، يبقى عايز منك حاجه ثانيه. حاجه ثانيه زي ايه؟ زي الذكر، زي خدمه الخلق، يعني التوزيع، الصدقه، زي فربك سبحانه وتعالى طالما حجب منك عباده في وقت او شيء في وقت، يبقى عايز منك عباده ثانيه. وزي ما العلماء بيقولوا تنوعت اجناس الواردات بتنوع واردات الاحوال. الله. يعني يا ربك عايز حاجه تانية، عايز منك تتقطعي للذكر، والايام دي ايام ذكر يا منه.
هو انا منه هي أمة الله بس انا منه الله برضه يعني انا برضه منه الله يعني عايز منك تكثري من الذكر في هذه الايام تكثري من العبادات الاخرى المتاحه لك وان شاء الله سبحانه وتعالى يلحقك بالثواب على كل حال. في اذكار معينه يا فندم يعني مثلا تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا لا اله الا الله والله اكبر. احنا مثلا في سوره الكهف عارفين يعني الايه القرانيه الكريمه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك أيوة. ثوابا وخير املا. صحيح. فالباقيات الصالحات عندما سالنا هي ايه قيل لنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. لا ورد في الحديث. نعم ما ورد في الحديث. هل في اذكار معينه طرق معينه للتسبيح للتكبير مستحبه؟ الذكر على السعه. احنا عايزين ناخد القضيه دي ونفهمها. ذكر ربنا سبحانه وتعالى على السعه ووجدان القلب عند ذكر يعني بيجعل هذا إنما في فعلا أوراد وأذكار بيتعلم بتوارثها الصالحون في مثل هذه لكن على العموم على العموم أمهات الذكر الله سبحانه وتعالى يعني رؤوس الذكر اللي هي الأساس لذكر الله ثلاث حاجات الاستغفار استغفر الله و القول لا إله إلا الله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مالك في الموطأ وغيره قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يعني حطوهم في إيه مع بعضهم كده سبحان الله. يبقى الاستغفار وقول لا إله إلا الله والذكر اللي ملوش يعني ذو القيمة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بها تقضى الديون وتنتهي الهموم إن شاء الله. هل الحمد لله أفضل الدعاء؟ هل صحيح أنه الحمد لله أفضل الدعاء؟ ولا دي من موروثات ربما يعني طبعا هو يعني حمد الله سبحانه وتعالى دائما وابدا حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لكن انا قصدي هل فعلا انه سمعنا انه الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي افضل الدعاء؟ هل هو الفكره ان من الدعاء الذكر من الدعاء الذكر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه في الحديث القدسي قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائل. الله. من ذكره ذكري عن مسألتي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. يعني اللي دعاني وذكرني وسبح لله سبحانه وتعالى أكتر ما سأله شيئا ربنا سبحانه وتعالى بقى يجبر بخاطره بقى أفضل ما يعطي السائل. بس دي على العموم منزلة بعض الناس بيتمكن منها بعض الناس ما يتمكنش منها. الدعاء حلو برضو يعني حتى اسأل ربنا ان الله سبحانه وتعالى بيحب ايدك تسأله. فالدعاء حلو اللي عايز يدعي ربنا حاجة وخصوصا بكرة يوم الدعاء الكبير فاللي عايز يدعي ربنا حاجة يدعيها والذي يتيسر له او يفتح له انه ينشغل بالذكر بس كده فالدعاء فالذكر من الدعاء ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. الله الله. مين يا شباب معنا اتصالات كثيرة جدا لحضرتك يا مولانا. مين يا شباب؟ محمد الجيزة اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور اتفضل يا فندم. ممكن أسأل بس فضيلة الشيخ دكتور خالد مع حضرتك اتفضل يا فندم. السلام عليكم دكتور خالد. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا مرحبا. كان دكتور خالد انا كنت بشتغل في السعوديه وكنت استلمت بعض المبالغ الماليه. الصوت مش واضح شويه. كنت بشتغل في السعوديه وايه يا فندم؟ في السعوديه واستلمت. واتسجنت؟ استلمت استلفت فلوس. استلفت استدنت تمام. من بعض الاشخاص اصدقائي المصريين اللي عايشين هناك ونزلت نهائي وحاليا انا مطالب ان انا اسدد الفلوس ديت ولا اعمل. وكان ساعه لما استلفت الفلوس ديت كان سعر الصرف طبعا كان مختلف تماما عن دلوقتي. الكلام ده بقى له سنتين. فالمفروض ان انا ارد الفلوس دي بسعر الصرف ساعه ما اخذت الفلوس ولا بسعرها الحالي؟ حاضر حاضر ده سؤال مهم جدا. المفروض ايه السؤال؟ ارد الفلوس بس واخد ريالات. انت خدت ريالات يا فلان؟ اسمه احمد. اسمه محمد. يا محمد. طيب الخط قطع. ويبدو ان محمد لما استدان ريالات ورجع هنا دلوقتي اللي بيتكلم على سعر الصرف بالمصري. تمام بالظبط كده. وهو دلوقتي لا يعمل وعليه الدين ده في رقبته يعني ما عندوش فلوس اصلا. فهو لما يجي يحاول يدبر الفلوس دي بيرجعها بسعر ايه؟ اولا دول قضيتين.
دول كده قضيتين. انت كونك لا تعمل ومعسر، يعني سدد بسعر القديم ولا الجديد الريال؟ خليني اعمل ارد في الحاجتين. اولا كونك لا تعمل او كونك معسر فده الانذار، يعني دي بقى على المدى الطويل، وربنا ييسر لك وان شاء الله وتسد دينك. لكن الدين هيتحسب ازاي؟ هيتحسب بالسعر اللي انت بالعمله اللي انت واخدها. نعم. هو مش بالسعر القديم ده، بالعمله اللي انت واخدها. انت بقى هتسد بالمصري، يبقى هتسد قيمه العمله اللي انت واخدها اللي هي الريال. يعني هو مثلا استلف منه 100 ريال هيرجعها 100 ريال؟ 100 ريال. ما هو انت مالكش دعوه بقى سعر الصرف كان كام وبقى كام دلوقتي. بالظبط. فهي العمله اللي انت واخد ايه ريال، خلاص يبقى انت تمام. هترجع بالريال. لكن هو يمكن من الدقه انه عايز يتاكد انه مش المفروض انه يسال سعر الصرف كام النهارده، يعني هو ده يمكن ده قصده، انه عايز يتاكد هل لازم ينظر لسعر الصرف ولا لا. فهو لا بيسدد ما استلفه. تمام. مين يا شباب معانا؟ ناديه ولا سوسن الاول؟ استاذه ناديه اتفضلي. الو اتفضلي. الصوت يا شباب والنبي اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. لا الخط مش واضح، معلش حاولي تتصلي بينا تاني. سوسن اتفضلي. استاذه سوسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه يا استاذه منى. وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. بس عايزه اسال الشيخ بقى سؤال حضرتك. اتفضلي. لو سمحت يا فضيله الشيخ، يعني انا جوز بنتي يعني مبسوط وغني وبيذبح طبيعي، يعني بيذبح عجل واتنين وكده. بنتي برضه ليها دخل ومبسوطه، يعني المفروض بقى برضو كمان هي تذبح ولا تكتفي بجوزها؟ حاضر حاضر نجاوب سيادتك. حاضر. الذمه الماليه برضو انا عايز اسال فيها دي السيده. طيب التي حاضر. تعمل حاضر. دي نقطه مهمه جدا يا سوسن. حاضر. مين يا شباب معانا؟ هشام اتفضل. يا استاذ هشام اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وعليكم الايام بخير ان شاء الله. علينا جميعا يا رب. اللهم امين يا رب. الله يخلي حضرتك يا فندم. معلش يا فندم انا كان عندي سؤال كده لفضيله الشيخ بعد اذن حضرتك. اتفضل. طبعا. هو انا عايز اعرف حكم الميك اب بالنسبه لمراتي، لان هي دوختني في الحكايه دي، بقالنا 12 سنه متجوزين، وانا عملت طرق كتير للاصلاح يعني في حكايه الميك اب دي، وانا حياتي مش متظبطه، وانا خايف احسن يكون من ان انا مش عارف يعني احكم بيتي وكده. يعني انه زوجتك بتحط مكياج، وانا فعلا جالي سؤال من شويه على المكياج ونسيته، هسال دلوقتي حالا هرد عليه. هل 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 يعني بتسال على حرمانيه ان الست تضع مكياج؟ يعني بتحط لك مكياج في البيت ولا بتحط مكياج بره، ولا هي السؤال ايه بالظبط؟ بره يا فندم. بتحط يعني بتحط مكياج وهي خارجه يعني، وانت بتقول لها بلاش؟ هي خارجه. وانت بتقول لها بلاش او كده مش كده؟ انا قلت لها بلاش وزعقت وضربت وعملت حاجات كتير. زعق وضرب؟ وضرب. لا زعقت وضربت ومفيش فايده برضه. طيب على العموم حاضر هقول لحضرتك اتفضل. طيب فضل. لا انا ارد على ده، لانه كده ده تاني سؤال يجي على المكياج، ومش عايزه حد يفتكر ان انا عشان للضرب. بحط مكياج بتجاهل السؤال. لا نرد عليه دلوقتي بعد اذن حضرتك. طيب واحنا هنتكلم بالحكم الشرعي. طبعا طبعا هي هتحط لك مكياج زي ما هي عايزه في البيت، او زي ما انت عايز تتفقوا مع بعضيكوا على الصياغه في البيت. انما المحدد شرعا للمراه ان هي ما تظهرش بمظهر لافت. كلمة لافت دي مهمة، حيث يجدها الناس بشكل لافت. ولذلك بعض العلماء المعاصرين وبعض العلماء قال ان المكياج الخفيف اللي غير لافت للنظر، بمعنى انه مش صارخ وكده، مجرد الاساس او كده من غير لافت للنظر، لا باس به. من غير ان يكون لافتا بصارخ، من غير ان يكون لافتا لا باس به. لانه قال لان الله سبحانه وتعالى قال الا ما ظهر منها، الا ما ظهر الزينة. من الزينة، مش من يعني حتى لما قال الا ما ظهر منها، يعني من الزينة مش من الوجه. لو هي امرأة جميلة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بنعمة الجمال طبيعي، وجمالها ده بيلفت النظر ليها. يعني ايه جمالها يعني بيلفت؟ يعني هي جميلة، هي كده. يعني هي جميلة وكمان بتحط شوية ميك اب، فده مع ده كمان بيخلي الدنيا بتكون يعني جمالها واضح وظاهر. شوف اصل هو هي أدرى بنفسها وأطرى. يعني احنا بنقول لها
الميك اب او الحاجه ما تبقاش لافته صارخه للبصر، يعني بمجرد المراه طبيعتها ان هي عايزه تبقى مقبوله. مقبوله دي طبيعه انسانيه، طبيعه يعني. طبيعه نسائيه كمان، لا ورجاليه يعني برضو. ليه الراجل مش بيلبس الساعه ويحط برفان ويعمل الكرافته ويبقى عايز يبقى شكله مهندم ويبص على المرايه قبل ما ينزل من البيت؟ يعني طبيعه انسانيه، الواحد يحب يبقى شكله حلو ومظبوط. لكن في هي في المراه اكتر، الراجل ما بيحطش مكياج في الغالب يعني. لا بقى في رجاله دلوقتي بتحط مكياج يا مولانا. يا مولانا ده في رجاله دلوقتي بيعملوا بوتوكس وبيعملوا فيلر وبينفخوا دوار خاص بتاع ده خدودهم وبتاع، والله ده بقوا بينافسوا الستات. أصل هو يعني جمال الرجل مش في خلقته يعني، مش يعني بالاساس. هو طبعا ان الرجل لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا زي ما جاء الرجل قال لسيدنا النبي، انما مش بالاساس جمال الرجل في خلقته، جمال الرجل في اخلاقه طبعًا، في رجولته طبعًا، في حاجه في حاجات ثانيه، ونبله وفروسيته واخلاقه وشهامته كده، يعني في الرجوله. فمش من مش من عاده الرجل ان يحط مكياج طبعا، ولكن المراه من طب سؤال بقى بالمره والله، اللي ممكن في رجاله دلوقتي تقعد تسمع بالمره، طالما فتحنا الموضوع حقيقي، ايه حكم الشرع في الرجاله اللي بقت بتعمل دلوقتي عمليات بوتوكس اللي هي تنفخ الشفايف الخدود وكده وتعمل تغير في معالم وشها؟ لا التدخل في الجسد بغير داعي حرام طبعا. حرام طبعا، يعني تدخل انه يعمل عمليه وستات. علشان طبعا وستات رجاله وستات يعني عمليات الفيلر والبوتوكس والحاجات دي، ما هي هنا من اصل الخلقه ولا مش من اصل الخلقه؟ يعني هي بتعملها علشان زياده يعني في التجميل؟ لا حرام حرام. لكن لو في دواعي، لو تصحيح عيب مثلا ايوه، في دواعي تصحيح عيب او في داعي او كده تمام. في الفتوى طبعا، في الفتوى طبعا هل بما في ذلك مثلا المراه مع تقدم العمر بقى في تجاعيد بتحصل، الوش بيترهل، فبتبقى دي عمليات تصحيح تقدم علامات السن؟ دي اصل الخلقه كده، دي خلقه ربنا يعني، دي اصل الخلقه كده. فيه شبه شيء على الخلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق. طب لو طلب المرأة تتقدم في برضو في عمرها بيبقى جمالها جمال آخر. طيب لو الرجل طلب من زوجته قال لها لا يعني في تجاعيد بدأت تظهر عندك، في كرمشة بدأت تحصل، لا اعملي عملية، لو الزوج طلب هذا من زوجته توافق أم لا توافق؟ لا ما توافقش. لا توافق، هتقول هتعتذر له الحرام، هيروح يتجوز عليها يا مولانا، دول بيتلككوا يعني يا مولانا عشان يتجوزوا يعني على مراتهم. يتجوز عليها. هو القصه بقى احنا اختزال العلاقه الزوجيه في كونها بس الشكل شكل والجسد والكلام ده، احنا لازم نتوقف معاه. لازم يعني ده لازم له حديث والله حقيقي ان شاء الله، لازم له حديث اخر ده. يعني هي العلاقه الزوجيه بعد ما وصلنا للكرمشه الكرمشة. وبعد وصلنا يعني احنا تقديري الغالب ان احنا بقى لنا مع بعض 30 سنة صح، وهي كده بس كده، يبقى احنا لازم نصلح العلاقة الزوجية، ترجع زوجية والمرة اخرى والبيوت المصرية. امال يا مولانا، امال يا مولانا بقى ها مراره بره موضوعنا، بس المواضيع كلها بتحصل في حياتنا. امال مرارة الزوجة اللي عاشت عشرات السنين مع زوجها واستحملت غلب وشقى وبنى نفسه ووقفت معاه ووقفت في ظهره وكانت بالنسبه له السند والظهر والامن والامان والزوجه والام اللي بتربي ها، وبعد ما كبرت في السن وبعد ما كرمشت راح اتجوز عليها، ويا ريته اتجوز جوازه عاديه، اتجوز مثلا عليها واحده قد بنتها، اتجوز واحده قد حفيدتها مثلا، امال الست دي يا فندم تحس بمراره شكلها ايه؟ ولا بوجع نفسي شكله ايه؟ ربنا معاها، بس اللي عند ربنا ما بيروحش. ونعم بالله ونعم بالله. باقي الاتصالات اللي عند ربنا ما بيروحش. وكذلك انا عايز اقول ان حالات وفاء كثيره في الزوج المصري. طبعا يعني لا الزوجه المصريه فيها دي البنت دي الست المصريه كده، دي الست المصريه، بس فيه رجاله كتير هو زوج مصري وايضا يبقي الوفاء. انا مره ان شاء الله باذن الله حضرتك تنورنا ونفتح لحضرتك الاتصالات فقط للستات المصريات تمام. مش بركه للستات انا مش هتكلم يعني، انا ساعتها ممكن حتى اقعد على جنب كده. مولانا يتلقى اتصالات حضراتكم كسيدات في موضوع وفاء الازواج ده، يعني نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. ناخد مين يا شباب معانا؟ لا طبعا في رجاله زي الفل، وكفايه ان في رجاله
وستات في ناس تعرف ربنا يقول لك انا اعرف ربنا وحتى لو هتزوج حتى لو هعمل يعني هعرف حد وواصل لحاره سد مع زوجتي او كده ومش عايزه اطلقها عشان الاولاد وكده لكن انا ما اعملش حاجه حرام ما رضاش اعمل حاجه حرام دي برضو حاجه مش يعني ننظر اليها بعين الايجابيه مين انا خايف لو احنا فتحنا الاتصال في الموضوع ده تبقى خناقه رجاليه نسائيه لان في رجال برضو لهم اطلاقا بس ان شاء الله هنعملها باذن الله باذن الله لو لينا عمر مين يا شباب قولوا لي مين نجوى اتفضلي يا نجوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك انا عايزه اسال فضيله الشيخ في امر مهم جدا اتفضلي ايوه الو انت على الهوا اتفضلي عليكم فضيله الشيخ كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه وانت طيبه اتفضلي كل سنه لا نجوى حبيبتي معلش اطفي التلفزيون عشان الوقت والنبي اطفي التلفزيون طيب اوكي هو موضوع عن يعني في شراكه على محل الو شراكه على محل بنص مليون جنيه يا نجوى انت معليه التلفزيون جنبك يا نجوى انا عندي ناس تانية كمان على التليفون معلش يا شباب طب خدوا سؤال نجوى وقوله لي يا صقر والنبي طب خد سؤال نجوى وقوله لي والنبي محمد القاهره اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولا كل عام وانتم بخير انا عارف بسرعه الطريق ما حكم المراه اللي ورثت فلوس من زوجها من ابوها الله يرحمه ولا اعلم انا اي شيء كويس وانا كنت في ظروف ربنا اللي يعلم بيا بيها وما وقفتش جنبي مني برغم عن ان انا كنت 23 سنه غربه في الكويت وزوجت بناتي اثنين وعلمت اولادي كلهم وحاليا انا بجهز لابني حاضر ومراتي لغايه وقتنا هذا وكان في ظروف لابني ان انا بحاول ان انا اتصرف في فلوس عشان اساعده ولغايه وقتنا هذا ما حاولتش انها تساعدني في اي شيء حاضر حاضر يا محمد حاضر وصل السؤال حاضر اتفضلوا مين من اسيوط سامي اسيوط اتفضل يا سامي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله لو سمحتي اتفضل يا فندم مع حضرتك عم الشيخ كان ابونا واختي من امه بابا واخته من مامته ايوه واختين واختي من امه تاني وراب مد واحد سيدنا 50 متر لا الصوت عندك مشكله في الصوت يا استاذ سامي معلش حاول تكلمنا تاني نجوى رجعت تاني اتفضلي يا نجوى الله يخليكي بس اطفي التلفزيون اتفضلي اخت واختها بنص مليون جنيه ايه قالتهم بالمصري وحولتهم باليورو يا نجوى وفتحوا محل الشراكه دي نجوى يا نجوى ايوه عيدي من الاول معلش قولي شراكه على محل بنص مليون جنيه بين اخت واختها خدتهم بالمصري من البنك وحولتهم يورو وفتحوا المحل في روما والمحل خسر ماشي روما ايطاليا توفت ماشي المحل خسر خلاص ماشي والاخت دي توفت واولادها عايزين النص مليون جنيه باليورو دلوقتي هل من حقهم دوت ولا ايه بالظبط فهمت السؤال حاضر يا نجوى شكرا ليكم كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه طب اخد احمد كمان ونلحق نرد حاضر احمد ادوني ايه يا استاذ منى ازاي على الاقل في الاخر على الوقت اهلا يا استاذ احمد اتفضل طب انا بس عايز اسال سؤال هل يجوز ان دار الافتاء او حضرتك جامع الازهر يقول ان يعني الناس تخف الذبح وان دي سنه مش معقوله ان احنا نقعد نذبح والاسعار اللحوم عماله ترتفع هل ده يعني ما يتوافقش مع الشرع ان انا اقول لا لازم الناس تخف ايدها عن الذبح يا اما تعمل صكوك علشان خاطر اسعار اللحوم عماله ترتفع بطريقه رهيبه انا متهيألي ان الشريعه ان يعني السنه اللي بتقول ان انا اذبح دلوقتي يعني اقتراح يعني يا استاذ احمد ده اقتراح اقتراح انك انت تقولوا يعني لازم الازهر يتدخل او دار الافتاء تتدخل في حاله ان انا لما الاقي ان السنه هعملها هتضر بالبلد او هتضر باللحوم تمام يعني لازم انتوا توجهوا الناس تقولوا لهم انت مش مفروض عليك ان انت تذبح خروف ب 5000 جنيه عشان السنه الجايه يبقى ب 7 يعني لازم توجهوا الناس وتقولوا لهم الدين يقول ايه تمام يا استاذ احمد هجاوب حضرتك حاضر طيب اخد كمان اتصال ونرد على كله يا شباب
اخد كمان احمد. استاذ احمد القاهره اتفضل يا فندم. محمد القاهره اتفضل يا فندم. ايوه فضل. انا عايز اسال فضيله الشيخ. معروف ان الذنوب كبائر وصغائر. نعم. وجاء في القران الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. نعم. وجاء في الحديث ان الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر. نعم. فعايز اقول لفضيله الشيخ يقول لنا ما هي الكبائر من واقع حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. حاضر. وبعدين اساله بقى المكياج للمراه. حاضر. من الكبائر ولا من الصغائر؟ حاضر. شكرا. حاضر. ده النهارده اليوم العالمي للسؤال على المكياج يا جماعه. حاضر. طيب لان لازم نبدا نرد يا جماعه. ناخد نبدا من سؤال محمد. استاذ محمد دلوقتي المكياج خلاص جاوبنا عليه. الكبائر ما هي الكبائر؟ معلش سريعا يعني. الكبائر كل عقوبه ورد فيها حد، يعني ورد في القران عليها حد، زي الزنا زي كذا، او ورد فيها عقوبه شديده لفاعلها. وامهات الكبائر اللي هي السبع الموبقات زي ما جاء في الحديث، السبع الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس والتي حرم الله الا بالحق، والزنا والسحر والتولي يوم الزحف الى اخره. وهكذا. والكبائر حصرها بعض العلماء في كتاب اسمه الكبائر للامام الذهبي، او الزواجر عن ارتكاب الكبائر لابن حجر الهيتمي. وده بيقول لك ايه هي الكبائر، يحصرها لك في الكتاب والسنه. نعم. لكن انا بفكر الناس جميعا، خلي الذنوب جميعها كبيرها وصغيرها ذاك التقى، ان الجبال من الحصى. الا ان الجبال، إن الجبال من الحصى. الصغائر دي لما بتتجمع مع بعضها زي تسبب حتى لو هي مش من الكبائر، حتى لو مش من الكبائر. زي فكره الخمر، الناس اللي بتجادل او تحاول تجادل في تفسير الايه الكريمه، ما احنا عندنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو حديث صحيح طبعا مؤكد، انه ما يسكر كثيره فقليله حرام. فمن ما يسكر كثيره فقليله ما حرام. أسكر كثيره. نعم. يعني بمعنى انه زي ما حضرتك بتقول انه الجبل من الحصى الصغيره، بيتكون من الحصى الصغيره، وبالتالي ما تستهونش بمعصيه صغيره او بذنب صغير، لانه ذنب على ذنب قد يشكل المعصيه الحقيقيه التي ربما تمنع عنك. ما تستهونش، دي الاستهانه بالمعصيه. الاستهانه. بمعصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه تورث عزا واستكبارا. ما تستهونش بالمعصيه. سؤال نجوى. سؤال نجوى مهم جدا. سؤال نجوى، الشراكه اللي حصلت، الام كانوا الاولاد واخدين او عاملين شراكه نص مليون، الكلام ده كان من كام سنه فاتوا، الام توفت، دلوقتي الاولاد عايزين ياخدوا نصيبهم، يستردوه نص مليون يورو بعمله النهارده او باليورو النهارده، ياخدوا الفلوس باليورو. يعني نص مليون جنيه تسترد بالجنيه؟ لا، هم كانوا الاول واخدينها مش باليورو. انا فهمت كده يا شباب. دلوقتي هم عايزين يستردوا نص مليون جنيه. قالت نص مليون جنيه. نص مليون جنيه. دلوقتي عايزين ياخدوا المبلغ ده ما يعادل يورو. فاليورو ده مش تفرق. يعني انت كده احنا عملنا المعيار هو الجنيه. يعني اليورو غالي جدا. واخد بقى اليورو غالي جدا، ما احنا معيارنا هو الجنيه. هي ايه اليوروهات اللي هتاخدها؟ ايه اليوروهات اللي هتاخدها؟ فضيلة الشيخ، انا جالي رساله نقلا عن صفحه حضرتك من احمد بيقول: السلام عليكم، انا اسمي احمد من البحيره، عندي اصابه في الحبل الشوكي وشلل نصفي، عندي مشكله كمان مع شركه، احدى الشركات اللي بيشتغل فيها بتروجيت. حاضر، ارجو من حضرتك توصلني بالاعلاميه منى فاروق برنامج صباح دريم. دي كانت امانه الدكتور خالد الحقيقه كان حريص على وصل ايصال هذه الامانه، واحنا كلمناك يا احمد تليفونك مغلق، لكن الامانه وصلت لنا باذن الله نتعامل معاها. ممكن نختتم هذا اللقاء الجميل وهذه الحلقه بدعوه من حضرتك باذن الله لنا جميعا يا مولانا؟ اتفضل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا اعمالنا، وان يعم الخير والسلام والبناء هذا البلد، وان يجعل مصر واحة آمنة. آمين. مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ويجعل هذه الأيام أيام سعادة وهناء وسرور علينا جميعا، ويفرج فيها كل كرب حزين، كل قلب حزين، وكل صاحب كرب،
ويقضي فيها ديون أصحاب الديون لنا ولكم جميعا ولعامة الناس أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سعدنا وشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة، ونأمل بإذن الله وجود حضرتك معنا لاحقا. بعتذر لكل الاتصالات اللي جات، وبإذن الله يا رب تتكرر هذه الفقرة ونتحدث كثيرا عن أمور ديننا المهمة، عبادتنا وسلوكياتنا وتعاملنا مع الآخرين. كل سنة وحضراتكم طيبين، بعيد على كل زمايلي، بعيد على جمهور صباح دريم، بعيد على كل المصريين، بعيد على العالم وعلى الإنسانية. الرحمة لا تتجزأ، وبالتالي الحديث عن الرحمة هو حديث يفتح بإذن الله الباب للأمل ولكل شيء جميل. غدا بإذن الله صوم عرفة نذكر أنفسنا به، هو ليس فرض طبعا، لكن يعني بعد ما تحدثنا عن بركات هذا اليوم أعتقد نشجع بعض أكتر، وبإذن الله ننوي الصيام وربنا يتقبل منا الصيام. لكل اللي واقف دلوقتي في بيت الله بنقول له حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. اللهم أصلح لنا جميع الأحوال يا رب العالمين، وارزقنا الرحمة والصلاح والفلاح، واسترنا يا رب العالمين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. كل سنة وحضراتكم طيبين. سهرك طيب.